صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليكي يا منة، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وكل امرأة مصرية طيبة النهاردة وبخير وبنجاح وتحقق دايما. النهاردة 8 مارس ده اليوم العالمي للمرأة. العالم كله في اليوم ده بيحتفي بالمرأة كدلالة على الاحترام العام والتقدير لدور المرأة بتضحياتها وإنجازاتها في كل المجالات وعلى كل المستويات. الحقيقة أنه المرأة المصرية كانت محظوظة جدا بأنه في مصر لديها إرادة سياسية واهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ده ترجم على أرض الواقع لسياسات وبرامج وقرارات بتدعم المرأة وترسخ لقيم العدالة وتكافؤ الفرص. أعتقد أن المرأة دلوقتي بقت موجودة في كل المجالات وفي كل ميادين العمل، وبقت المرأة المصرية في وضع فعلا بيليق بمكانتها وتضحيتها ودورها اللي بتقوم بيه تجاه أسرتها وتجاه الدولة. لو جينا قارنا كده، عملنا مقارنة بسيطة في آخر 10 سنين مثلا، هنلاقي أن تمثيل المرأة في الحكومة كان مثلا في 2012 كان وزيرتين بس. دلوقتي عندنا 8 وزيرات، عندنا نسبة تمثيل للمرأة في منصب مثلا نائب الوزير يمكن توصل ل 27%، ونسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ يوصل ل 31%. فأعتقد أن المرأة برضو كانت على مستوى الحدث وعلى مستوى اللي بيحصل فعلا قدمت نجاحات كتير في المناصب اللي وصلت ليها، وفعلا قدرت تسيب بصمة. الموضوع مش بس مجرد أنها تبقى متواجدة وخلاص. صحيح. لا خالص، هي سايبة بصمة في المكان، وده نتيجة لكفاءتها فبقت مطلوبة. لو كملنا على الكلام اللي انت قلتيه منا، يعني شفنا مرأة أو وزيرات بيشغلن منصب الوزير كمان في البرلمان، حصل طفرة كبيرة جدا في البرلمان المصري، والبرلمان أو مجلس النواب هو ده اللي بيمثل الشعب المصري، بيمثل كافة الأطياف، مش بس تمثيل إن يبقى في حضور للمرأة، لا، في حضور فاعل ومؤثر في الحياة السياسية. احنا كمان كان عندنا زمان 9 نائبات فقط في مجلس النواب تحديدا سنة 2012، دلوقتي عندنا 165 نائبة، من 9 نائبات إلى 165. كمان في مجلس الشيوخ كان في 12 مقعد فقط مخصص للمرأة، دلوقتي احنا بنتكلم على 41 مقعد. ده غير تمكين المرأة كمان في مجالات مختلفة، من مجال السياسة إلى مجال القضاء. كمان دلوقتي عندنا حوالي 130 قاضية بتجلس على منصة القضاء العادي، و17 وكيلة نيابة، و137 قاضية في مجلس الدولة، وحوالي 1290 عضوة في هيئة قضايا الدولة. ده بلغة الأرقام. دي مجرد أمثلة سريعة، لأنه هنلاقي عدد كبير جدا من السيدات اللي أصبح لديهم تمثيل كبير في مجالس إدارات البنوك، شركات قطاع الأعمال، شركات أخرى متخصصة ومختلفة. المرأة في كل مجال موجودة وحاضرة وبيبقى ليها بصمة. ربنا يزيد ويبارك. عايزين أكتر وعدد أكبر وننبسط أكتر وتواجد أكتر للمرأة، وإثبات أصلا كمان لوجودها وقدرتها على العمل، إنها بتعرف تقدر تبقى موجودة، تقدر تبقى مطلوبة، تقدر تطور من مهاراتها، وتقدر تأدي بنفس جودة وجود أي حد تاني موجود معاها في الشغل. النهاردة هيكون معانا حلقة خاصة عن المرأة المصرية، عن إنجازاتها، عن دورها العظيم، وكمان هيكون معانا قصص تحدي وحكايات ملهمة لنماذج مصرية كلنا بنفخر بيها. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا لمياء حمدين، ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لسقوط أمطار، إنما خفيفة على فترات متقطعة، هتكون على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 23 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. دايما نبتدي بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة امبارح بميناء الإسكندرية لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة
الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني. رئيس الوزراء قال إن في تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتسيير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني والصدق للرئيس السيسي بقرب حلول هذا الشهر الكريم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة بميناء الإسكندرية لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ. وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع وبما يمكن من التدخل السريع لتسجيل أي عقبات، لافتاً إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج. وامبارح قال رئيس الوزراء إنه بيتم الإفراج عن البضائع في ثلاث موانئ أخرى، مؤكداً أن الدولة المصرية عملت على رشدة الخروج من الأزمة الماضية، موضحاً أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد سعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل في حالة وجود سعرين للصرف. وأضاف قائلاً: لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة. وتابع: لنصل للقرارات اللي تم اتخاذها كان هناك شغل كتير مع كافة الوزارات، موضحاً أنه مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء في التعامل مع المصريين بالخارج، وهذا أدى لوجود سعرين. ووجه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء، وقال: شغلنا شاغل الفترة اللي جاية مع التجار والبنك المركزي، ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية، مؤكداً أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصري لوضعه السليم. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصنع ميدور للبترول. خلال الجولة قال المهندس طارق الملا وزير البترول: إننا نعمل على زيادة إنتاج الشركة مع نهاية شهر مارس 60%، وهذه الزيادة ستعمل على سد الفجوة الاستيرادية من الغاز والسولار. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات وخطوات مصر الواسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وده بعد 10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لملف تمكين المرأة في مصر، وأبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023 تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، وحيث يزداد تمثيل المرأة سنوياً بنسبة 3%، بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف استراتيجية 2030 المتمثل في وصول النساء ل 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026. امبارح هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وفي برقيته بهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالإصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بقرب حلول هذا الشهر الكريم اللي اختص الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم هادياً للبشرية كلها وليضيء به طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وده في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد اللي بيوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 من مارس عام 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافق الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري، واللي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. حضر البحث عدد من قادة وضباط القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ودارسي الأكاديمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، بتشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية، وده بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من الوادي الجديد حيث تم إطلاق مبادرة لبيع اللحوم الطازجة ب 300 جنيه، وفي المنيا تم إجراء حوالي 70,897 عملية جراحية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار. كمان امبارح في سوهاج تم افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وفي كفر الشيخ تم بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء احتفلت المحافظة بظهور إنتاج مزرعة سمكية تم إقامتها بمنطقة جبلية وسط سيناء في منطقة أم شيحان، ومن المقرر أنه هيتم طرحه في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية، وده ضمن خطة التوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة والاستفادة من مياه البحرية في ري الزراعات بالمنطقة المجاورة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تنفيذ مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة على ألا يتعدى سعر الكيلو 300 جنيه بحد أقصى، وده بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز وكبار مربي المواشي بالمحافظة، بجانب تفعيل مبادرة لدعم صغار الموظفين من خلال بونات لحوم مدعمة تصل لخمسة كيلو للفرد خلال شهر رمضان المبارك. في المنيا أعلنت المحافظة عن إجراء 70,897 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار اللي أطلقها رئيس الجمهورية، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية. في سوهاج افتتحت المحافظة معرض أهلا رمضان بمركز مدينة البلينة، وده بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية بسوهاج والوحدة المحلية لمركز مدينة البلينة بتخفيضات تصل من 20-30% على السلع المعروضة، وبيأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي، وده بعد الانتهاء من تجهيز القسم بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، كما تم توفير طاقم طبي من الأطباء والتمريض والفنيين وأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى وعلاجها. في البحيرة قامت الوحدات المحلية بمركزي شبرخيت وأبو حمص باستلام 10,678 شجرة، وده تمهيداً لزراعتهم بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030. في البحر الأحمر استقبلت مدينة راس غارب القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية الأمل لإجراء الكشف الطبي على أهالي القرية، ومن المقرر أن تمارس عملها على مدار يومين بعد أن انتهت القوافل العلاجية من الكشف الطبي على أهالي قرية أم الحويطات بسفاجة. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرة تانية بنصبح عليكم.
هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في فرص لسقوط أمطار إنما خفيفة وهتكون على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، واللي يعتبر كمان درجات الحراره خلال فتره النهار حول المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام، لانه متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون اليوم 23 درجه مئويه، بنتاثر بالكتل الهوائيه اللي معظمها قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالاضافه كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم خاصة في المحافظات الشمالية. وإحساسي بالطقس خلال فترة النهار إن هو طقس دافي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، طقس مائل للحرارة لأن قيم درجات الحرارة في المناطق الساحلية طبعا بتكون أقل من القاهرة، طقس مائل للحرارة أو مائل للدفء، بعتذر، مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أحر في المناطق الجنوبية فبيكون مائل للحرارة في جنوب الصعيد، ده بيكون خلال فترات النهار. كمان خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون ملموس أكتر ومحسوس فترة الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة أكتر من المناطق الداخلية، وبيكون فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز في القاهرة الكبرى 10 درجات، بيتجاوز 15 درجة مئوية في بعض محافظات الصعيد. لازم ناخد بالنا بشكل كبير لأن احنا عندنا فترة النهار فيها دفء، فترات الليل فيها برودة، ويمكن ممكن تكون برودة جديدة في بعض الأماكن. كنت لسه هسألك، هل في محاذير الناس تاخد بالها منها، خصوصا ان الجو يعني شوية بيكون دافي الصبح وبالليل بيبقى برد قوي، الصبح بدر بيبقى برد قوي برضو، فايه المحاذير اللي احنا ممكن نخلي الناس تاخد بالها منها؟ هو مهم جدا في الفترة دي من السنة لأنها تعتبر فترة انتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع، وبيحصل فيها اختلاف في قيم درجات الحرارة بشكل كبير من يوم للتاني، عدم تخفيف الملابس. المحاذير دلوقتي عدم الاستغناء عن الملابس الشتوية، استمرار ارتداء الملابس الشتوية، بلاش الملابس الصيفية دلوقتي تماما. احنا فترات النهار بنحس بالدفء لكن عندنا فترات الليل بنحس بالبرودة الشديدة، وتغيير درجة الحرارة بين الليل والنهار ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فلازم ناخد بالنا بقدر الامكان من نوعية الملابس على مدار الايام اللي جاية، وما نخففش الملابس يمكن مش حتى انتهاء فصل الشتاء، يمكن بعد شهر 3 ما ينتهي او كمان في منتصف شهر 4، لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير. كمان اليوم طبعا في فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، هي أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم ومحافظة دون الأخرى، مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الاستقرار في الأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة حول المعدلات مكمل معانا لحد يوم الحد اللي جاي إن شاء الله، مفيش أي تغيير كبير في الحالة الجوية، لكن مع يوم الاثنين والمتوقع فلكيا طبعا بداية رسمية لشهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، هتبدأ ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة، فهنبدأ يوم الاثنين بعظمى على القاهرة الكبرى 24 إلى 25 درجة مئوية، ملحوظ أكثر الارتفاع الثلاث والأربع الجايين، كتل هوائية صحراوية هتأثر علينا، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبنأكد تاني ناخد بالنا بالفترة اللي جاية من الاختلاف في قيم درجات الحرارة ما بين اليوم والتاني. مهم كمان الشبورة المائية، هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال الأيام اللي جاية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، وأيضا بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. مهم جدا في فترة تكون الشبورة المائية تكون القيادة بهدوء تام ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية. طيب طمنينا على حالة البحرين، وهل ممكن يبقى في أعمال في البحرين المتوسط والأحمر، وكمان نسبة الرطوبة النهاردة؟
هو طبعا في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن الجو اليوم هيساعد بشكل كبير ان احنا نستمتع بالاجواء، وايضا في اعتدال في سرعات الرياح على البحرين الاحمر والمتوسط، فبالتالي البحرين مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه، ارتفاع امواج لا يتجاوز ال 2 متر على البحر الاحمر والبحر المتوسط. كمان نسب الرطوبة خلال هذه الأيام مش مرتفعة بالشكل الكبير، الجو مستقر لسه في الأجواء الشتوية، يمكن لا تتجاوز 75% في المحافظات الشمالية اللي هي السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وطبعا المناطق الجنوبية بتكون أقل في نسب الرطوبة، ده فترات الليل. فترات النهار صغرى الرطوبة بتكون لا تتجاوز 35 أو حتى كمان في بعض الأماكن من القاهرة الكبرى بتكون 25% فترة النهار، المناطق يعني الجنوبية بتكون أقل كمان من القيم دي، فنسب رطوبة مش محسوسة تماما في الجو، يمكن ده بيساعد كمان إن احنا ما نحسش بأي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وخاصة اللي هتكون موجودة معانا خلال الأسبوع اللي جاي بإذن الله. في الأجواء الدافية بالنهار وبالليل بتبقى برد، إيه أكتر أماكن نحب نروحها ويبقى الجو فيها لطيف؟ هو احنا يمكن اليوم وغدا ويمكن لحد يوم الحد اللي جاي اغلب مناطق الجمهوريه وخاصه المناطق بقى الساحليه الاجواء فيها اجواء ممتعه جدا، نقدر نستمتع فيها بالاجواء لان ما فيهاش ارتفاعات بشكل كبير، وحتى لو في انخفاضات في قيم درجات الحراره نقدر نسيطر عليه ان احنا نرتدي الملابس الشتويه. عندنا كمان المناطق الساحليه المطله على البحر الاحمر فتره النهار وفتره الليل قيم درجات الحراره فيها يعني نقدر نقول مناسبه بشكل كبير، يعني البروده ما عندهمش بروده شديده فترات الليل، فنقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير في شرم الشيخ والغردقه المناطق المطله على البحر الاحمر ككل، ويمكن اغلب محافظات الجمهوريه نقدر النهارده نستمتع بالاجواء ونخرج لان الاحوال الجويه مستقره واجواء هي اجواء شتويه دافيه، وممكن نشبهها بالاجواء الربيعيه المعتدله تماما فتره النهار وفترات الليل. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 23 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 24 14 واسكندريه 20 12، العلمين الجديده 19 12 ومطروح 20 12، دمياط 22 13، بورسعيد 21 14، الاسماعيليه 23 13. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 19 4 وطابة 23 14، حلايب 25 20، شلاتين 28 19، شرم الشيخ 26 17، والغردقة 26 14. نروح للفيوم، عظمى فيها 23 والصغرى 12، بني سويف 23 12، الوادي الجديد 27 14، واسيوط 24 9، سوهاج 27 13، قنا 28 13، الاقصر 28 15، واخيرا اسوان العظمى فيها 29 والصغرى 16. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح مره ثانيه لمنى ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا لك يا لمياء. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب، خصوصا مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام، وفيها ما يؤكد أن بطولات الشهداء العظام في تاريخ مصرنا العزيزة هي بطولات عظيمة، فلا ينسى التاريخ تضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة اللي ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء في سبيل دفاعهم عن الوطن. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة يوم الجمعة. النهارده لعشاء الكره المصريه موعدهم مع مباراه قويه في نهائي بطوله الكاس اللي بتجمع فريقي الاهلي والزمالك في تمام الساعه 7 ليلا على ملعب الاول بارك في المملكه العربيه السعوديه. لعشاء الكره الاوروبيه موعدهم النهارده مع مباراه قويه في افتتاح الجوله 25 من الدوري الالماني، هيلتقي شتوتغارت مع يونيون برلين في تمام الساعه 9:30 ليلا. من صباح على حضراتكم مرة تانية، ونهاردة زي ما قلنا في الانترو والمقدمة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، وهنحاول نحتفل مع حضراتكم خلال حلقة صباح الخير يا مصر النهاردة بقصص ونماذج ملهمة جدا لستات مصريات
جدعان جدا وستات يعني قدموا نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة وقصص فعلا ملهمة. هنبدأ مع السيدة سميرة محمد اللي قعدت على مدار 40 سنة بتشتغل في مهنة صعبة جدا، مهنة لحام البلاستيك وإعادة تأهيل اللحام عشان تقدر تصرف وتربي ولادها 7 من الأبناء. رغم تقدمها في السن إلا أنها مستمرة حتى اللحظة دي في نفس المهنة الصعبة والشاقة، مهنة لحام البلاستيك بمحافظة المنوفية. دلوقتي معنا على التليفون السيدة سميرة محمد. صباح الخير والورد والفل عليكي ست سميرة. سميرة عبد النبي، سميرة عبد النبي محمد. أهلا يا ست سميرة، صباح الفل عليك ست سميرة عبد النبي محمد. صباح العسل يا حبيبتي، صباح العسل. صباح الوردة على عيونك. شغلانة لحام البلاستيك دي حاجة مش سهلة خالص ومش متعودين إن نلاقي فيها ستات بتشتغل، عملتي القصة دي إزاي واحكي لنا كده. إيدنا بتتلسع نوبة وبنعالجها والدنيا ماشية الحمد لله. ربنا يحفظك أنتِ وإيدك بعد الشر عليكي، بس اتعودتي بقى وبقيتي عارفة تعملي إيه علشان ما تتلسعيش. بخلي الحاجة 100 100. أحسن من 100 100 كمان. بقالك 40 سنة يا ست سميرة؟ بقالي 42 سنة. اللهم صل على النبي. طيب قولي لي بقى في ال 42 سنة دي أكيد كنت حد تعرفيه الأول بيشتغل وبعدين ابتديتي تشتغلي معاه. لا، هو ابو العيال اللي كان شغال الشغلانه دي وانا بشتغل معاه. ايوه. لما مات برضه انا كملت المسيره. والناس ما كانتش تخاف تجيلك؟ وعندي ولدين شغالين في نفس الشغلانه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب حاجة محمد، يعني عايزين نصبح عليكي مرة تانية ونشد على ايدك كده، ما شاء الله عليكي وربنا يديكي يا رب الصحة. ربنا يبارك لك. عايزين بقى نعرف منك تفاصيل أكتر، يعني المهنة دي ازاي بقى الناس اللي حواليكي بيشوفوها وأنت بتشتغلي كل يوم في لحام البلاستيك اللي هي من المهنة الشاقة والصعبة جدا. صعبة والله يا أخويا. احكي لنا كده. والدخان بس كفايه الدخان اللي بيخش صدري وانا بلحق. لا ربنا يديك الصحه يا رب ويحفظك. الحمد لله. بروح السوائل كلها. يعني بروح شبرا مصري، بروح القناطر، بروح شطنوف، دي ما شاء الله. بروح اليوب، بطلع بقى من الفجر اطلع انا وعيالي. طب كلمينا كده اكتر عشان برضو الناس اللي بتفرجوا علينا دلوقتي، انت ما شاء الله عليكي حاجه سميره يعني نموذج للستات اللي بيشقوا وبيشتغلوا وبيجروا ورا لقمه عيشهم بشكل حقيقي يعني، فقول لنا كده اكتر حاجه صعوبات بتواجهها ايه؟ اكتر التحديات اللي بتواجهها ايه؟ اكتر حاجه اللي شفتها؟ هو التعب بس في عواملنا قبل الفجر. بنطلع في الشتاء قبل الفجر، ده التعب. اما بنقف بقى بنقف جنب الباجور نلحم ونشتغل، فبندفى بقى جنب الباجور واكل عيشنا بقى. يعني اللي عايز يلحم حاجه بلاستيك يدور على الست سميره، صح كده؟ طيب البلاستيك بقى علشان يتلحم بتلحمي ايه بقى في البلاستيك؟ بتلحمي ادوات منزليه يعني ولا بتلحمي ايه؟ اضغط جاب قرص في ثلاجات داخل اللي هي بتاعت الشيبه دي. ايوه. شفاشق خلاطات الواحده بدل ما تجيب الشفشق مثلا ب 100 جنيه بتيجي تلحمه ب 10 جنيه. ايوه. الطبع برضه البلاستيكات اترفعت، الطبق بنلحمه ب 10 ب 20. كراسي، سلات، اي حاجه تورد على بالك. جميل. بنلحمها. طيب انا عايز اقول لك بقى تعليقات الناس لما يشوفوكي بيقولوا ايه بقى؟ يعني الناس اللي حواليكي، العيله، الناس اللي ساكنين جنبك لما بيشوفوكي بتشتغلي وزي ما بتقول لنا كده ما شاء الله بتصحي من الفجريه، واجمل حاجه الصحيان الفجريه ده الواحد يجري على لقمه عيشه ويسعى الصبح بدري. نجري على لقمه عيشه ناكلها بالحلال. ساعه رزق ناكلها بالحلال بدل ما نمد ايدينا. طبعا ساعه رزق ما تتعوضش طبعا. نمد ايدينا نمدها لربنا بس نقول له السرعه معانا ويدينا يا رب. ساعه رزق. اخر حاجه قول لنا بس الناس لما بيعلقوا ولا بيتكلموا بتقول لهم ايه؟ لما بيقول لك ليه شغاله الشغلانه الصعبه دي؟ بترد عليهم تقول لهم ايه؟ لما حد يقول لك ليه شغاله الشغلانه الصعبه دي بترد عليهم وتقول لهم ايه؟ بقول لهم ربنا وبقول لكم ربنا يسعدكم انتوا كمان يا رب.
ربنا يتركه ويصلح حاله، بس اعملوا لنا حاجه بقى. عينينا يا ست سميره، اي حد عايز يلحم حاجه بلاستيك يسال على الست سميره عبد النبي محمد من المنوفيه، هي هتلاقي سمعتها سابقاها في كل مكان وبتروح كل المحافظات. صباح الفل عليك يا ست سميره، تسلم ايدك الحلوه وربنا يبارك فيكي وفي ولادك. شكرا ليك يا ست سميره وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبي، وانت طيبه، صباحك زي الفل. ربنا يا رب كده يقويكي دايما حاجه سميره، نموذج طبعا مشرف. ونروح يا منى من حاجه سميره للاسطى امل او الحاجه امل. طبعا نماذج جميله جدا، هو تحدي من نوع خاص قامت بيه الحاجه امل الزناتي اللي مشهوره بين اهلها في منطقتها وبين معارفها انها الاسطى امل. قصتها بدات لما قررت انها تنافس الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة جدا اللي احنا بنشوفها في الحقول وفي الغيطان وغيره، ودي مهنة صعبة جدا هي بقالها فيها أكتر من 30 سنة منها. ما شاء الله. طيب ست أمل بقى ليها قصة كفاح كده، خلينا نعرف تفاصيلها في التقرير اللي جاي ونرجع تاني نكلم كلامنا معاكم. داخل ورشة للميكانيكا صنعت الأسطى أمل الزناتي لنفسها قلعة تتحدى بها صعاب الظروف التي واجهتها، وذلك بعد أن عملت على تعلم مهنة لا يعمل بها سوى الرجال. تنافس الأسطى أمل الزناتي الرجال في إصلاح الجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة بعد أن قررت التغلب على إعاقتها، حيث ولدت من ذوي الهمم قصار القامة واستطاعت أن تتحدى كافة العادات والتقاليد حتى أسست محلاً لبيع قطع الغيار وورشة لإصلاح وصيانة الجرارات الزراعية في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. أكثر من 30 عاماً قضتهم الأسطى أمل التي تخطى عمرها 50 عاماً بين أروقة المحل والورشة، تعلمت فيها تفاصيل الصنعة كما ساعدت كثيراً من الشباب الذين تعلموا منها خلال فترة قصيرة، مما جعلها صاحبة بصمة في ذلك المجال الصعب. وبعد أن واجهت رحلة طويلة من التنمر والانفصال، التنمر كان سبباً في منحها قوة وصلابة، وذلك بعد قصة زواجها وانفصالها عقب 15 عاماً، وظن الكثيرون أنها ستكون نهايتها، لكنها استكملت حياتها ونجحت في مهنتها. حصلت الأسطى أمل الزناتي على دبلوم فني صناعي قسم الملابس الجاهزة، وبعدها قررت الوقوف مع والدها في محل بيع قطع الغيارات الخاصة بالجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة. ساعات طويلة على مدار اليوم تقضيها أمل الزناتي وسط العمل في ورشة يحيطها من كل جانب رائحة الزيوت والشحوم وركوب الجرارات الزراعية، لكنها ترى أن عملها هو الأمل في حياة كريمة بالنسبة لها. الأسطى أمل الزناتي معانا على الهواء دلوقتي بعد ما شفنا التقرير، ونقول لها صباح الفل عليكي. صباح الفل والجمال على حضرتك. ده الجمال ده كله اللي احنا شفناه دلوقتي في التقرير، ما شاء الله بتصلحي يعني مواتير والماكينات الخاصه بالجرارات والمعدات الزراعيه، ودي موضوع صعب جدا. كلنا دايما بنفكر ان الشغلانه دي بيشتغلها الرجاله بس، اول مره نشوف ان واحده امراه او سيده ماهره زيك ما شاء الله بتشتغل فيها. طبعا لا، هو بص في الاراده والتحدي الانسان ما فيش لا بطول ولا بعرض، لا يعمل اي حاجه، مفيش حاجه صعبه بدل انت حاطط في دماغك ان انت تبقى حاجه كويسه ومميزه، مفيش حاجه بتتغلب على الانسان. جبتي الفكره منين يا استا امل؟ فكره انك تبقي ميكانيكي وميكانيكي جرارات دي حاجه مش سهله ابدا ومحدش فكر فيها. ايوه حضرتك، هو كان الاول مشروع محل قطع غيار، فانا خليت الصيانه ديت عشان ان انا ابقى يعني تجيبي رجل الزبون، صح كده؟ لا كمان بعرف بتاع الجرارات، ابقى عارفه القطع الغيار دي بتركب فين، والزبون يبقى جاي عارف الحاجه، ابقى فاهمه بالظبط هو يعمل عايز ايه بالظبط، من غير ما يروح مثلا الميكانيك اقدم له حاجه، من غير ما يروح للميكانيك لو هو مش لاقيه مثلا، عشان معظم الوقت بيبقى عطلان في البيت، عطلان في الطريق، يركبها ازاي او كده بس. مفيش اي حاجه بتعطل الا بتشتغلي فيها، وده بقى عايز اسالك اتعلمتيها ازاي؟ ما لازم برضو الشغل ده حد يعلمهولك.
اتعلمتي الميكانيكا الميكانيكا دي ازاي؟ الصناعيه ما كانوش بيتاخروا عني بحاجه، بروح لهم الورش بتاعهم واقف معاهم هم بيعرفوني، ما كانوش بيتاخروا عني باي معلومه. تمام. وازاي كنت بتطوري استا امل من نفسك؟ يعني برضو الموضوع اكيد يعني بتشوفي في عطل حصل بطريقه معينه، في عطل تاني مختلف، ازاي بقى بتطوري من نفسك عشان تعالجي اي اعطال في الجرارات الزراعيه والمعدات الثقيله؟ لو في اي كل ما شاء الله كل الصناعيه معايا اخواتي، لما بتكون في حاجه بسال ده وده وده وبعرف الحاجه الاصح اعملها. طيب يا استاذ امل، دلوقتي انت بتشتغلي في الجرارات بس، ولا لو حد برضه هو ماشي والموتوسيكل بتاعه عطل، ولا العربيه ما تقدريش تساعديه كده وتقولي له؟ لا احنا ما بنساعدش على حد، في الجرارات بس. لكن نساعد. لا بتعرفي تسوقي جرار؟ اي لازم طبعا عشان تعرفي تتعاملي معاه. ابتديتي مع مين اللي علمك؟ نفسي بقالي رخصه بتاع المرافق، بس ديت اللي لسه مش عارفه اطلعها دي. ايه المشكله ان الرخصه تطلع؟ عشان عايز مرافق، انا ما عنديش مرافق. عشان كده. طب دي هي دي المهمه، دي اللي صعبه لسه بس. أكيد. طيب عايزين بقى نعرف منك كده، مين أكتر حد بيشجعك؟ مين أكتر حد بيساعدك؟ ولو سمعتي كلام من اللي حواليكي، يعني برضو احنا دايما بنشوف ايه، في ساعات كده أستاذ أمل كلام محبط الواحد، كلام كده يقول لك أنت إيه الشغلانة اللي أنت بتعمليها دي؟ دلوقتي ما فيش عندكم الكلام ده، ما فيش حد لا في برضك، بس عادي بقى، كان زمان أزعل، وكان إن احنا بقى عشان في أرياف كده والجهل والتخلف كده يعني، بس ما فيش جهل ولا تخلف، في تفاهم دلوقتي ما شاء الله، متفاهمين أي حاجة. في 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 الجهل، الناس اللي هي اللي هي الناس اللي مش عارفة إن ده صح وده غلط، إن أهلها معلمينها ده إن ده غلط وده صح، وإن ده خلقة ربنا، وإن ما فيش حاجة اسمها قصير وطويل والحاجات دي، ده الجهل. انت مش قصدك على الشغل، انت قصدك على التنمر يعني. تمام. لا انا بقول لك ان في ناس مش مع الاهل نفسهم مش معلمين اولادهم بالحاجات اللي زي دي. بس يعني النظره دي اتغيرت شويه يا استاذ امل، يعني ما بقتش زي موجوده زي زمان. طبعا اتغيرت، كمان لو حاجه زي كده حصلت بتعرف ترد بقى دلوقتي، خلاص كان زمان احنا صغيرين والحاجات دي. انت بتردي بشغلك يا استاذ امل، بتردي بشغلك ان انت بتشتغلي وبتعملي وبتكسبي يعني من عرق جبينك زي ما بيقولوا، وبتعملي شغل ما حدش من الرجاله بعضهم يعمله كمان، يعني في رجاله ما لا لو حد اتكلم في حاجه زي كده حتى بينكسف من نفسه، لو هو لا انا بعمل كده بينكسف من نفسه اصلا نتكلم في حاجه زي كده. بس انا شايفه بقى انك زي ما بتعرفي تعملي جرارات، انا شايفه بقى في التقرير بتعرفي تعملي اكل، والناس ملمومه حوالين الاكل، وحاجه ما شاء الله ربنا يديم نعمتكم. لا الحمد لله دي ايوه، عارفه تعملي الاثنين في نفس الوقت. ايوه ده عن والدتي بصراحه، كانت مشهوره بالنفسه في الاكل، الحمد لله طالعه زي والدتي بالظبط. اشطر حاجه بتعمليها ايه، وايه اللي يتاكل من ايد الاستاذ امل وما يتاكلش غير من ايدها؟ اي حاجه تعجبك. ما شاء الله ما شاء الله. تعزمونا بقى ونجي لكم على دماغنا، تنورونا. لا على دماغنا بجد. لا شوف اللي يرجع في كلامه بقى غلطان. عزومه على الهوا خلاص، وعد. اجيلك واجيب الجرار معايا تصلحيهولي. على دماغنا يا حبيبتي، تنوريني حبيبتي يا استاذ امل، ربنا يبارك. النهارده 8 مارس كده بيقولوا عليه يوم المرأة العالمي استاذ امل، ويعني اجمل حاجة في يوم المرأة، المرأة الشقيانة اللي بتشتغل واللي فعلا بتتعب وبتكافح، تحبي تقولي ايه النهارده؟ رسالة كده للمرأة المصرية، ان ازاي فعلا ان المرأة تبقى متحققة في يوم هو اليوم العالمي للمرأة، يوم 8 مارس. معلش سألت انا السؤال تاني، النهارده بيقول اليوم يوم المرأة العالمي، ايه بقى تقولي ايه في اليوم ده؟ اقول لاي ست او اي راجل عنده اي مش مهم، مش شرط ان يكون عنده ذي الهمم او حاجة زي كده، ان يشتغل في اي حاجه، مش كلام الناس ولا اي حاجه، يطلع يشتغل ويعمل كل حاجه، مفيش حاجه صعبه. الشغل عمره ما كان عيب. لا ابدا، الشغل شرف وقيمه وكرامه واحترام بين الناس. ما لا ما تقعدش تفكر في حاجه، في اي حاجه، ولو بالذات لو في ارياف مش ارياف، تشتغل، ما عادش زمن الانسان تتكسف او كده. هنروح للاستاذ امل بقى على طول. هنروح يا عزبان على الهوا خلاص. هنروح ونشوف بقى حكايه الجرارات دي ونشوفها كده بعينينا يعني.
تنورونا يا حبايبي. شكرا يا استاذ امل الزناتي، متخصصه في اصلاح الجرارات، شكرا جزيلا ليكي، وكل سنه وانت طيبه، ربنا يعيد عليكي الايام دي بالف صحه وخير يا رب. اي حد عنده جرار بايظ يروح للاستاذ امل الزناتي. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز 8 صباحا بتوقيت القاهره مع لمياء حمدين، اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف على الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. كما شدد مدبولي على أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه لحالة الاتحاد إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع. ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين طلبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية. وشدد بايدن على أن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. واستشهد نحو 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال منزلين بدير البلح وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب العشرات إثر استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات عند دوري النابلسي والكويت غرب مدينة غزة، وقد تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. حث خبراء حقوقيون أو حقوق تابعون للأمم المتحدة للمجتمع الدولي على زيادة الضغط لإنهاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال الخبراء الأمميون في بيان أصدروه أن الجرائم لا تزال ترتكب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأشاروا إلى أن التقارير أفادت بأن قوات الاحتلال انتهكت مرارا وتكرارا القوانين الدولية، وأنها فشلت في واجبها المتمثل في احترام وحماية وإعمال الحق في الحياة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيجريت كاغ أنه لا بديل عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق البر. وقالت كاغ للصحفيين في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بنيويورك إنها تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية، لافتة إلى أن هذا الحل يبقى الأمثل لأنه أسرع وأسهل وأرخص، خاصة مع الحاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن. ورياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويدخل الأهلي المباراة سعيا لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا. ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر، يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة والتي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستقدام البرتغالي جوزيه جوميز كمدير فني. مشاهدينا، انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. الستات المصرية ستات بتعرف تتصرف،
مفيش حاجة تقدر تقف قدامها ومفيش حاجة بتعرفش تعملها. الست المصرية اللي احترفت تصليح الدرجات لتربية 3 أبناء بعد ما ابنها أو بعد ما جوزها سافر ب6 سنين وبعدها اتقطعت أخباره. الست نادية أبو زيد بقت مشهورة جدا في مهنة تصليح الدرجات بين القرى المجاورة ليها، يعني برضو اللي بيدور يصلح على الدرجة بتاعته يروح عند الست نادية. ست نادية أبو زيد معانا على الهواء دلوقتي، نعرف منها رحلتها في الكفاح وازاي اختارت المهنة دي، مهنة تصليح الدرجات، وازاي ساعدتها المهنة دي في تربية أولادها. نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهواء. بتصبح عليكي يا ست الكل. صباح الفل يا أستاذ مصطفى، وازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. محمد أستاذ محمد صباح الجد ولا يهمك خالص. صباح الفل محمد ومصطفى مش بعيد يعني. صباح النادي وصباح زي الفل إن شاء الله، ونهاركم أبيض إن شاء الله. يا رب. نعرف كده بداية بقى منك، إيه القصة وحكاية تصليح الدرجات دي جت إزاي؟ والله حضرتك أتكلم؟ اتفضلي قولي قولي. ماشي حضرتك. حضرتك وزوجي سابنا بقى له 8 سنين وما قدرتش أصل، يعني ما قدرتش أصرف على أولادي. معايا 3 مصطفى ومحمود ويوسف. اتصلنا عليه يجي يسال على اولاده ولا حاجه، ما سالتش فيهم حضرتك. اصبح دلوقتي بقى ما فيش اي جزء ده المجال غير ان انا اصلح عجله. ابني جاب لي عجله كده، قال لي يا ام اتفضلي كده اصلح العجله دي. قلت كفايه المفتاح، جه شمال يمين لغايه ما ربنا كرمني والحمد لله. جبت حضرتك واحدة واحدة الحمد لله، يا رب ربنا كرمني والحمد لله، بقيت أسأل على أولادي وأتصرف عليهم. ومن هنا حاجة ومن هنا حاجة حضرتك، والحمد لله يعني. مرة أجيب كاوتشات، مرة مش عارف إيه، مرة صلحت العجلة كده، مرة صلحت العجلة كده حضرتك، والحمد لله يعني. بقالي كام سنة في الشغلانة دي؟ كده حضرتك بقالي بتاع 8 سنين. 8 سنين. بس مين كان بيشتغل الاول الشغلانه دي يا ست ناديه؟ يعني الاب، الزوج، حد من الاخوات؟ منين جات لك فكره العجل او الدراجات بالذات ان هي اللي تصلحيها؟ والله يا استاذه حضرتك، هو والله العظيم هي جت معايا كده، ان انا بقول يا رب اقف معايا، يا رب كرمني اساعد اولادي وربي اولادي. واخده بال حضرتك، ولا مدش ايدي لحد، ولا اخويا ولا لاخواتي ولا لاختي ولا لاي حد. والدتي الله يرحمها كانت بتساعد معايا في المصاريف، تقبض المرتب بتاع اللي هو المحسوب بتاع والدي الله يرحمه. تقول لي خذي يا بنتي اساعد معاك، يا بنتي اقول لها يا امي معايا الحمد لله، بتقول لي لا يا بنتي انا عارفه الظروف اللي انت فيها. هي بصراحه ربنا الله يرحمها ماتت وانا وشايله همي برضه، اقسم لك بالله. والحمد لله ماتت وراضيه علينا الحمد لله. تمام. طب ست ناديه، القريه اللي انت فيها اسمها ايه؟ اسمها الصنباط حضرتك. الصنباط دي تبع ايه؟ مركز ايه؟ محافظه ايه؟ محافظه الفيوم حضرتك. الفيوم. طيب محافظه الفيوم. شهرتك مش بس في القريه دي، لا ده كمان في قرى تانية بيروحوا مخصوص عندك في قريه الصنباط عشان يصلحوا العجل والدرجات. حضرتك بيجي يعني كذا بلد حواليها بيجوا، مسميني بقى حضرتك الحاجه فرنسا. الحاجه فرنسا اشمعنى؟ الرقم كمان ان هم مسميني الحاجه فرنسا كمان. اشمعنى حاجه فرنسا يعني؟ ما حضرتك بقى الاستاذه عبله كامل. طبعا فنانه عبله كامل. الاستاذه عبله كامل. شرم الشيخ واللمب وكده. وانت لو تاخد بالك، لو تاخد بال حضرتك يعني انا ما طولش انا زي عبله كامل، بس الحمد لله يعني الحمد لله مقربه منها شويه. ما شاء الله. الدنيا بقى اللي عملت معايا بقى كده الحمد لله. ده انت سكر وقمرين يا ست ناديه. طب قولي لي بقى، وانت بقى وانت بتصلحي العجل عندك عجل الايجار زي برضو في الفيلم ولا بتصلحي العجل بس؟ والله العظيم قولي لنا بقى. والله عندي ايجار العجل وباجر العيال والله العظيم برضو يعني. واخبارك بقى الولاد ايه؟ لما بيتاخروا بالعجله والله. قولي بقى قولي قولي. لا والله بقول لهم وبيبقى عندنا، اقول لا احنا عشان انت بتصبري علينا، انت ما بتتكلميش معنا في حاجه. اقول لهم يا جماعه سيبوا على الله، انا بعمل حاجه على روحي كده قبل ما اموت ولا حاجه، حد يرحم عليا ولا حاجه. ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك يا رب وفي سيرتك الطيبه. كل الناس بتقول الست ناديه دي اطيب واحده. الله يخليك. لا والله اسالي عليها، لو جيت دخلت البلد حضرتك هتقولي حاجه فرنسا، يقول لك ايوه انا وصلك ليها. ربنا يبارك فيك يا رب. حلو مشروع حلو كمان، يعني الدنيا تبقى لطيفه كده مع حضرتك ويبقى في مشروع. والله والحمد لله، والله الحمد لله بصراحه يعني.
يا رب يفتح لك كل ابواب الخير وكل ابواب الرزق كده يا رب ليكي ولاولادك، وتشتغلي دايما دايما فيها. لو في اي حد بيضايقك بتتعاملي معاه ازاي؟ لو اي حد قال كلمه كده ما عجبتكيش، كلمه ايه الشغلانه دي، بترد عليه تقولي ايه؟ اقول له الله يسامحك، اقول له الله يسامحك، ما هو ده مجالي، انت بعمل ايه، هو ده اللي درت عليه وده اللي شغال، كنت شغاله حضرتك في الحاجات المستعمله الدواليب واوض النوم والكنب والحاجات دي، وبعد كده دخلت على الخياطه، وبعد كده دخلت على اللمسه اللي على النبي عليه الصلاه والسلام على اللبس، واخد بال حضرتك، يعني تعبت اقسم لك بالله استاذ كتير كتير والله العظيم، والحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب. احنا متشرفين بيكي على فكرة، كلنا متشرفين بيكي. السيدة نادية أبو زيد أو الحاجة نادية أبو زيد، قرية الصنباط، محافظة الفيوم، اللي عايز يصلح أي دراجات هوائية أو عجلة أو حاجة يروح. احنا بنعمل إعلانات كده على الهواء جميلة، مش أحلى من الإعلانات دي. ربنا يا رب يقويكي ويفتح لك كل أبواب الخير والرزق. نروح دلوقتي لقصة تانية، احنا بنحاول كده مع حضراتكم نقدم قصص ملهمة من نماذج للمرأة المصرية. معانا بطلة من دهب، بطلة من دهب هي نادية فكري، بطلة مصر في رفع الأثقال لذوي الهمم، اللي حققت العديد من الإنجازات على المستوى المحلي، كمان رفعت اسم مصر في محافل دولية عديدة. تعالوا بقى نكلم نادية، وواضح إن النهاردة اسم نادية له نصيب حلو معانا في الحلقة. كل البطلات كله نادية استثنائيات. نشوف بقى كم البطولات في رفع الأثقال اللي نادية حققتها ورفعت بيها اسم مصر دوليا. نرحب ببطلتنا كابتن نادية فكري. يا كابتن صباح الفل عليك. صباح الخير استاذة منى. صباح الخير. صباح الفل عليك يا كابتن نادية. قولي لي بقى، احنا علشان نوصل لبطولات كبيرة في رفع الأثقال دي رياضة احنا بنبقى دايما عارفين انها بتاعت الولاد وصعبة وتقيلة وبتوجع وحاجة يعني مجهود كبير جدا، ليه رفع الأثقال وازاي نوصل للبطولة؟ ليه رفع أثقال؟ لأن هي لعبة مميزة، زي ما حضرتك قلت كده إن هي لعبة صعبة. وإحنا بنحب الحاجة الصعبة، إحنا الستات مش بيعرفوا يعملوا حاجة سهلة. الله عليك الله عليك. تمام. الواحد بوصل ازاي؟ والله موجود ناس كتير قوي، اولهم امي الله يرحمها. دور الام كبير جدا في اي اسره. هي اللي بتكتشف مواهب الطفل الموجود فيها، هي اللي بتقدر ان هي تساعده، هي اللي بتقدر تقف جنبه. انا كنت حاله خاصه جدا في وسط اخواتي، كانت امي بتعاملني دايما ان انا زي اخواتي، بس كانت بتوليني اهتمام كبير، كانت دايما بتخليني عن ثقه بنفسي، اقدر اعمل اي حاجه، كان دايما بتساعدني. حتى لما اجي اقع كانت دايما تقول لا قومي اعتمد على نفسك. كنت بزعل وانا صغيره، بس لما كبرت فهمت يعني ايه قومي اعتمد على نفسك. جميل. بطله خلفت بطل. بصراحه صحيح، بطله بنت بطله. الله يرحمها. انا عايز بقى اسالك دلوقتي، ناس كتير ما يعرفوش البطله ناديه فكري، فقول لنا كده ايه الانجازات اللي حققتيها، اهم الميداليات، اهم الانجازات على المستوى المحلي هنا في مصر والعالمي في رفع الاثقال، عرفينا بيكي اكتر. انا بره رفع اثقال من سنه 97، شاركت في 4 دولات بارالمبيه، عندي 3 ميداليات بارالمبيه، عندي 4 ميداليات عالم. ما شاء الله. شاركت في العديد من البطولات الافريقيه وعندي منها ميداليات كتير، بطولات عالم. الحمد لله عندي تاريخ حافل من الميداليات والانجازات، والحمد لله ان انا شرفت بتشريق بان انا اشرف مصر في محافل كتيره دوليه. الحمد لله رفعت علم مصر وسمعت النشيد الوطني عديد من المرات، وانا دلوقتي الحمد لله متاهله لباريس ومستنيه ان شاء الله اشرف مصر في باريس وارفع علم مصر. دعواتكم بقى. ما شاء الله، يا رب ربنا معاك يا رب كده، ودايما ترفعي اسم مصر في كل المحافل الرياضيه الدوليه بجد. اللهم امين يا رب. اللهم امين. طيب علشان نلعب يعني رفع اثقال ونبقى عندنا بطولات وعندنا ميداليات ونقدر نوصل للحاجات دي، بنبقى عيننا كده على حد بنقول احنا عايزين نبقى زيه. في بطله ولا في بطل في رفع الاثقال انت قلتي هو ده الطريق اللي انا عايز امشي ورا طريقه علشان اوصل لزيه وكمان اقدر اوصل لنفس سكور ويمكن اعلى كمان؟ لا لا، احنا رفع اثقال كنت انا من الجيل، بدايه الجيل الاول. تمام. فما فيش حاجه اسمها ان انا اوصل زي فلان. لو انا مش حاطه ناديه
هدف ان ناديه توصل مش هعرف اعمل حاجه، مفيش حد بيبقى زي حد. صحيح. صح. يعني انت دايما بتنافسي نفسك، بتنافسي نفسك بالزبط. والتحدي بتتحدي ازاي كل مره تكسري الرقم اكتر وكل مره ترفعي احمال واثقال اكتر، دي هي المنافسه الحقيقيه ان الواحد بينافس نفسه دايما. احنا قدامنا وقت كده وفي بارالمبياد باريس ودي مهمه جدا، ودايما زي ما عودتينا كده ناديه عينك على البطولات العالميه، استعديت ازاي؟ ازاي بتحضري لبطوله مهمه زي بارالمبياد باريس؟ احنا شاركنا في بطوله عالم اللي فاتت حققت فيها فضيه، وشاركنا في كاس عالم كان في مصر الحمد لله حققت فيه ذهبيه، وعندنا بطوله عالم في شرم الشيخ، وبعد كده عندنا بطوله تانية في المكسيك ان شاء الله شهر 5، يبقى كده كملنا شويه تاهل بتاعتنا. وان شاء الله الاولمبياد هتبقى في شهر 8 باذن الله. طب يومك عامل ازاي؟ يعني لو عايزين نقول كده يوم في حياه البطله ناديه فكري، بتبتدي يومك ازاي؟ بتقسمي وقت التدريب ازاي من اول اليوم لنهايته؟ ببتدي يومي في صلاه الفجر الحمد لله. جميل. بعد كده هو بنفطر الصبح، بعدين بننزل التدريب. لا لا ثانية واحدة، ايه ده عدت كده؟ بنفطر الصبح ايه؟ البطل رفع الاثقال ده له نظام غذائي وبيبقى له حاجة يعني ما تعديهاش كده مرور الكرامة علينا. قولي لنا نظامك الغذائي، طريقتك، قلت لنا بداية اليوم بالصلاة وبعدين الفطار بدري، يعني معناها ان التدريب عندك بدري. بالظبط. احكي لنا بقى بقية اليوم وتفاصيل التفاصيل، انا معاكي اهو هسمعك. الفطار بتاعنا لازم يبقى فيه عناصر غذائيه متعدده، لازم يبقى فيه بروتين، لازم يبقى فيه كربوهيدرات، لازم يبقى فيه خضار. فبحاول ان انا اعمل سندوتش يبقى فيه الميكس ده كله عشان معدتي برده ما تبقاش تقيله عليا. تمام. بعد كده بننزل التدريب بتاعنا، التدريب بتاعنا ساعه ونص يومي. يوم كل يوم الصبح، وبعد كده في تمرين تاني بعد الظهر. نتمرن الصبح، نخلص التدريب، بعد كده بطلع اخد الشاور بتاعي واعمل الريكفري، بحط قلبي في اماكن كتير متعدده عشان خاطر ان اعمل ريكفري ويبقى يعني العضلات بتاعتي استشفائها تاني. جميل. ريح شويه، بعد كده ننزل الغداء، نتغدى برضو. الغداء لازم يكون فيه عناصر بروتين، لازم يكون فيه لحمه او فراخ وفي رز، في بطاطس، في خضار، في سلطه كتير. لازم اهم حاجه ان البطل ده لازم يشرب ميه كتير جدا طبعا. بعدين بنطلع نريح ساعه او نفرد بس على السرير، لازم الجسم يروح شويه يعمل ريكفري، شرط ان انا انام. بعدين بننزل التمرين اللي بعد الظهر دي بتبقى في الجيم برضه ساعه ونص. بيبقى فيها بقى كل التمرينات المساعده اللي بتاعت كل العضلات المساعده عشان خاطر انها تخدم على البنج اللي احنا بنلعبه الصبح. هايل. ثلاث تمرينات في اليوم بمدد متفاوته علشان نقدر نوصل للبطوله اللي جايه في البارالمبياد الخاصه بباريس. كابتن ناديه فكري بطله مصر في رفع الاثقال لذوي الهمم، سعداء بوجودك معانا، بنتمنى لك التوفيق، هنشجعك من قلوبنا ومستنيين ان شاء الله حاجه تفرحنا بيكي. شكرا جزيلا ليكي. لسه مكملين احتفالنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر مع نماذج كده ملهمه من المراه المصريه، ومعانا حقيقه نموذج ملهم، هي الاستاذه داليا ابراهيم رئيس مجلس اداره دار نهضه مصر للنشر، هي مؤسس لشركه نهضه مصر لرياده الاعمال، كمان اختارتها مجلة مهمة جدا هي مجلة فوربس ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط، ليها طبعا تاريخ كبير مع النشر والأعمال المختلفة، مبادرات كمان مهمة في الحياة الثقافية المصرية. خلونا نرحب بدكتور داليا إبراهيم اللي بتنضم معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. يعني بداية حابين نسأل، النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للمرأة، شايفة اهتمام الدولة ازاي بتمكين المرأة وبحضور المرأة في مجالات مختلفة؟ هنتكلم في سياسة، في اقتصاد، في مجالات مختلفة ومنها كمان صناعة النشر. والله الحقيقة أنا شايفة يعني حضراتكم أكيد كلكم شايفين سياسة الريس من أول ما مسك البلد، يعني هو طول الوقت بيساند المرأة في كل المحاكم. أولا على مستوى التمثيل السياسي، وده شيء مهم جدا سواء في البرلمان سواء في الوزارات، العدد اللي موجود النهارده من التمثيل النسائي غير مسبوق في تاريخ مصر يعني.
فمن أول بقى الموقف السياسي مرورا بقى بتمكين المرأة في كل القطاعات، مرورا حتى بهرم الرئيس شخصيا إن هي كرست جائزة مخصوص علشان كل السيدات اللي هم النجاحات، وحتى سميتها المرأة المصرية أيقونة النجاح علشان تدي نماذج ملهمة للشعب كله، غير المشاريع اللي موجودة على الأرض بقى، يعني من خلال المجلس القومي للمرأة، من خلال كل التشريعات الجديدة، من خلال مشاريع ريادة الأعمال ومساندة الفتيات في مشاريع ريادة الأعمال. يعني الحقيقة الاهتمام بالمرأة في مصر، أنا أعتقد أن مصر دلوقتي يمكن في العصر الذهبي للمرأة المصرية. طيب دكتورة، لما نيجي نقول أهمية دعم المرأة في الشركات الناشئة، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل الحاجات دي احنا بقينا شايفين تسهيلات بتقدم للمرأة على وجه الخصوص عشان تقدر تبقى موجودة وتقدر تواجه وتقدر تنافس كمان، مع طبعا العمل على مهاراتها الشخصية. الفترة دي انت لاحظتي ده ازاي في الشركات الناشئة اللي موجودة وبتتابعيها بنفسك؟ اسمحي لي حضرتك اقول حاجتين. الحاجة الاولانية، يعني يمكن في مجال النشر والثقافة احنا ربنا اكرمنا وعملنا مناهج جديدة بتاعة العربي والدين والقيم. منهج القيم ده كان سيادة الرئيس كان طلب من وزير التربية والتعليم، يبقى في منهج مخصوص للقيم والاخلاق، واحنا من خلال الثلاث مناهج دول وبالذات الحقيقة منهج القيم واللغة العربية ركزنا جدا في مواضيع كتيرة مع وزارة التربية والتعليم على صورة المرأة في ذهن المجتمع المصري، ودي حاجة مهمة ان احنا نبدأ من بدري في ان احنا بننشئ الاطفال بفكر مختلف ان المراه حلو انها تبقى اكيد ام وانها موجوده في البيت وانها بتساعد في البيت وكده، بس دي مش مسؤوليتها الوحيده ومش ده الشكل الوحيد للست في المجتمع يعني. ودي من الحاجات الاساسيه اللي بتبني نشأ بيحترم المراه بشكل مختلف ويديها مساحه كبيره في الحياه. فده مهم ان هو بيطلع معانا كده، من احنا بادئين الحقيقه من الحضانه لغايه سنه سته، وان شاء الله باذن الله مناهج جديده مكمله يعني لغايه سنه. ده شق. الشق الثاني، بحكم ان انا الحمد لله ربنا اكرمني واسست شركه نهضه مصر رياده الاعمال اللي هي ادفنتشرز، احنا تبنينا 76 شركه ستارت اب، في منهم كتير قوي سيدات هم الرائدات اللي انشاوا الشركه او المؤسسات للشركه، ومن ضمنهم واحده الحقيقه كانت بتكرم معايا اول امبارح يعني ما شاء الله، السيده انتصار السيسي، وهي بتكرمني. كان احنا كنا 20 سيده في مصر، من ضمنهم واحده من بناتي بقى من اللي هم الخريجين ادفنتشر اللي هي اسمها هدير شلبي، اللي هي ما شاء الله ساعدت 200 الف سيده بتدريب عملي على الارض علشان خاطر يقدروا يشتغلوا في الكره بتاعه مصر. 200 الف بالظبط. فاحنا من خلال حتى احنا في ادفنتشرز بنحاول نتبنى شركات كثيره قوي السيدات هم المؤسسات بتوعها، يعني عندنا الشركه اللي هي فرنزيانا او كرافتي، هم الحقيقه عندهم شركتين في نفس الاتجاه، عندنا شركه كارير 180، عندنا شركه ممكن وغيرهم الحقيقه من الشركات اللي اسستها سيدات. فطبعا في دعم كبير سواء من الدوله او مننا احنا كشركات قطاع خاص ان احنا بنهتم بالمراه، سواء كانت في رياده الاعمال او حتى زميلات في الشركه. يعني انا عندي مديرات كتير قوي في مجموعه شركات نهضه مصر ما شاء الله في مناصب قياديه كبيره. جميل. ده حاجه رائعه جدا وعظيمه، فكره انها بتفتح ابواب للامل والعمل بشكل كبير لقطاعات مختلفه كمان في المجتمع المصري. حضرتك تم اختيارك من قبل مجله فورس ضمن افضل او اقوى 100 سيده اعمال بمنطقه الشرق الاوسط، وفي مساحه مهمه جدا هي مساحه النشر او الثقافه، ودي مساحه مهمه مسؤوله عن تشكيل العقول وصناعه الوعي داخل المجتمع المصري، واعتقد ان المراه ليها دور مهم في هذه الصناعة، في اختيار عناوين الكتب، في اختيار الاتجاهات كمان اللي ممكن يتم التركيز عليها في النشر. صناعة مهمة وسياسة النشر دي مهمة جدا والمرأة ليها دور فيها. هو حضرتك على مستوى العالم كله هتلاقي ان معظم الشركات قطاع النشر بالذات، في الشركات هتلاقيها كتير قوي منها سيدات، يعني سبحان الله، بالذات بقى نشر الأطفال. ليه؟ ما عنديش الحقيقه تفسير، بس هي دي ملحوظه انا شفتها على مدار عمري كله. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه، طبعا احنا الحمد لله في نهضه مصر بنحاول نختار الكتب بعنايه شديده جدا، ومعانا الحقيقه
يعني ناس متميزين جدا في مجالهم زي الاستاذه نشوى الحوفي ماسكه معانا النشر الثقافي ونشر الاطفال. احنا في اخر يمكن 15 سنه اخذنا 64 جايزه دوليه وعربيه ومحليه في الكتب الثقافيه بتاعتنا. صحيح. اللي احنا بننتجها. وكان في تكريمات في معارض كتاب مختلفه يعني في مصر والعالم العربي كمان. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. ومن ناحيه ثانيه كمان حضرتك، فكره ان احنا دايما بنشوف الفجوه فين في عالم الثقافه والتعليم ونحاول نشتغل عليها. ده معنى ايه؟ يعني احنا لما جينا ناسس شركه ادفنتشرز او رهاده مصر رياده الاعمال، لقينا ان التعليم في العالم العربي كله وفي مصر طبعا في فجوات كبيره قوي محتاجه تتملي. يعني مثلا لما بنيجي بنتكلم على شركه زي شركه كرافتي او فلزيانا اللي هي خدت معايا التكريم اول امبارح، بتسد فجوه مهمه جدا مرتبطه بالتعليم الفني والتدريب المهني. طبعا هي متخصصه للسيدات، ولكن دي بنتكلم على مستوى مصر كلها. فلذلك انشانا احنا في مجموعه شركات نهضه مصر شركه متخصصه في التعليم الفني والتدريب المهني اسمها تاهيل. الشركه دي النهارده بتدير 5 مدارس تعليم فني اللي هي مدارس تكنولوجيا تطبيقيه، واحنا كنهضه مصر حقيقه تبرعنا بمدرسه منهم. حتى حضرتك تلاقي في مدرسه اسمها نهضه مصر للتكنولوجيا التطبيقيه ومتخصصه في السياحه والفندقه، احنا متكفلين بيها كلها. ففكره التعليم الفني في مصر طبعا سياده الرئيس برضه شاف الفجوه دي وبدا الحقيقه يعني يحط جهود قويه جدا مع وزاره التربيه والتعليم في ان القطاع الخاص مع وزاره التربيه والتعليم يدخلوا يدعموا. ده خليني اسال حضرتك السؤال ده، يعني مهم جدا نشر ثقافه التعليم الفني. السؤال عايز اساله لحضرتك، فكره التشبيك ما بين القطاع الخاص، المجتمع المدني، الحكومه، ازاي ده يحصل عشان في النهايه اقدم خدمه لمجتمع من كافه النواحي، خدمه ثقافيه وتعليميه. حضرتك زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي احنا في فجوه كبيره جدا. طب الفجوه دي هتتملي ازاي؟ هتتملي ان لازم القطاع الخاص اللي هو القطاع الصناعي لازم يبقى له دور. ليه؟ لان انا لو درست المناهج لوحدي كده في المدرسه بتاعت التعليم الفني من غير ما يبقى فيه شريك صناعي في العمليه التعليميه، مش بيطلع الطالب بنفس الجوده وبنفس الكفاءه وبنفس الجزء العملي التطبيقي. عشان كده سموها مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. النهارده في مصر 84 مدرسه بالشكل ده. احنا اتشرفنا ان احنا انتجنا تقريبا 17 منهج جديد للمدارس دي وبندير 5 منهم. وجود بقى القطاع الخاص بيحصل ايه؟ يعني احنا مثلا نيجي نالف منهج سواء للمدارس اللي احنا بنديرها او المدارس الثانيه، لازم نجيب الشريك الصناعي وبنجيب المتخصصين في اعداد المناهج وبنطلع المنهج باعتماد من وزاره التربيه والتعليم. طبعا بتشرف على كل العمليه التعليميه من اولها لاخرها. ولو احنا بندير المدرسه بنجيب الاجهزه وبنجيب المدرسين والمديرين وكل القائمين على العمليه التعليميه وبندير المنظومه كامله. فالقطاع الخاص في الحاله دي بياخد المدرسه من الحكومه كمبنى وكارض وكده، وبيبقى تحت طبعا تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، ويدخل القطاع الخاص يكمل بقيه المنظومه ويتحمل التكاليف دي كمان. فبالتالي الطالب ما بيدفعش مبالغ كبيره خالص، بيدفع مبلغ رمزي جدا وبياخد تعليم ممتاز. وعندنا في المدارس اللي بنعملها في مدارس تاهيل احنا كمان بندرسهم لغات، بنعمل لهم لغات متخصصه. يعني ايه؟ يعني مثلا انجلش فور سبيشال بيربسز، يعني انجليزي للمهنه اللي هو بيحترفها. فبياخد انجليزي عام وكمان في تخصص بحيث المصطلحات المهمه الاساسيه في المهنه دي بيقدر ان هو يتعلمها، انجليزي وفرنساوي والماني. وجود القطاع الخاص اتفضلي. نفس كلام حضرتك، فكره ان احنا بنشوف الاحتياج الحقيقي وربطه بسوق العمل وربطه بسوق التعليم بصفه عامه اللي موجوده في الخارج وتطبيقها على النظام الحكومي، هو ده اللي فعلا شغالين عليه في الفتره اللي فاتت. مظبوط حضرتك. فهي الحقيقه يعني احنا في نهضه مصر بنحاول ان احنا طول الوقت نقدم الواجب الوطني ده. هي نهضه مصر اسمها لوحده رساله، نهضة مصر. فبدأنا بالتعليم بالثقافة وما زلنا مكملين فيها من أول المهد للحد زي ما بيقولوا في كل المجالات الثقافية، وبعدين كملنا في مناهج وزارة التربية والتعليم ومتشرفين إن إحنا مع وزارة التربية والتعليم في المناهج دي. وبعدين لقينا في فجوات زي ما وضحت لحضراتكم في مثلا في النشر الإلكتروني، فإحنا حولنا مناهج كثيرة كلها تعليم إلكتروني على بنك المعرفة. وبعدين لقينا إن في فجوة في التعليم الفني فبدأنا نألف المناهج وندير مدارس بالشكل ده. وطبعا رياده الاعمال كل الستارت ابس اللي احنا ساعدناهم ل 76 شركه اللي ساعدناهم لغايه النهارده، وان شاء الله باذن الله مكملين المشوار. دول كلهم متخصصين في التعليم والتعليم الالكتروني. فهي رحله حياتنا كلها
متخصصه في المجال ده، بحيث ان احنا نحاول ننهض بالعمليه التعليميه في مصر وفي الدور الثاني. أكيد. كل الشكر ليك يا دكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، شكرا جزيلا لوجودك معنا. دلوقتي احنا معنا كمان نموذج مختلف من نماذج نجاحات المرأة المصرية، نموذج مهتم بقضايا البيئة والحفاظ عليها ونشر الوعي البيئي. هي ليها مغامرات كتيرة جدا بالدراجة، بتقوم دلوقتي في اللحظة دي برحلة بدراجتها من كينيا لجنوب أفريقيا من أجل رفع الوعي بتقليل أو ترشيد استخدام البلاستيك. خلينا نرحب على التليفون بيسرى منير. يا يسرى صباح الخير عليكي. صباح النور. ايه يا يسرى من كينيا لجنوب افريقيا، يعني ما شفتيش مسافه اقل من كده يعني علشان تعملي كل المسافه دي بالدراجه؟ مش كتير شويه؟ هو كتير اه، بس ده كان حلم عايزه اعمله من زمان فقررت اعمله دلوقتي. طب اشمعنى اخترتي خط السير ده؟ اشمعنى من كينيا لجنوب افريقيا؟ ايه يعني ليه؟ أنا كنت عايزة أصلاً أعمل من الكايرو لجنوب أفريقيا، بس عشان خاطر الأحداث اللي بتحصل في السودان فقررت أعملها من كينيا، عشان خاطر برضه أثيوبيا برضه فيها مشاكل وكده، فعشان كده قررت من كينيا لجنوب أفريقيا، فهاخد الخط كله. جميل. مش عارفة إحنا بنقيس بالكيلومتر ولا بنقيس إزاي عشان نعرف المسافة اللي يعني المفروض إن أنت تقطعيها بالدراجة. هي حوالي 8000 كيلو. 8000 كيلو رقم كبير. طب انت دلوقتي من ال 8000 قطعتي قد ايه؟ لا انا لسه ما طلعتش، لسه ما طلعتش، بس كل رحلاتي تبقى مثلا اخر رحله ليا كانت من المانيا لايطاليا عملت 500 كيلو بالعجله. بسيطه 500 يعني مقارنه ب 8000 ده رقم كبير جدا. بس في الشهر يعني في الشهر 500. طب ليه اخترتي بقى، احكي لنا كده ليه يعني امتى ابتدى اهتمامك بقضايا البيئه؟ وليه كمان اخترتي فكرة التوعية بتقليل استخدام البلاستيك؟ دي حاجة بعملها أصلا في حياتي اليومية، فأنا بحاول أقلل البلاستيك أكثر ما يمكن يعني، فمثلا ما بستخدمش أكياس بلاستيك، مثلا بستخدم حاجات أكياس بدل الأكياس قماش بلاستيك، بستخدم حاجات قماش شنط قماش عشان أروح أتسوق أو كده. فالاوريدي الحاجات دي عندي اصلا سيسرى يعني في حياتي اليوميه. تمام. انت اصلا مقيمه في مصر ولا أنا مقيمه في ايوه مقيمه في القاهره. طيب فكره ان انت بقى تقطعي مسافات كبيره جدا بالدراجه دي ابتديتيها في مصر ازاي الاول يا دكتور؟ سوري ممكن تاني؟ ازاي ابتديتي فكره انك تعملي مسافات كبيره بالدراجه علشان هدف معين؟ يعني اول رحله عملتيها كانت امتى وعملتي مسافه قد ايه وكان ايه الكوز بتاعك او ايه الهدف بتاعك؟ الهدف كان الرحله عملتها من اخر رحله اللي عملتها مثلا كانت الرحله اللي هي من المانيا من المانيا ايطاليا، دي كان هدف ان انا اكثر كنت عايزه اعمل حاجه تشالنج واكثر الخوف وكده يعني. قررت ان اعمل رحله دي واعدي في جبال الألب. فكانت رحله بالنسبه لي صعب قوي، بس عملتها في الاخر يعني بعد مجهود كبير يعني. طب رحله بقى او خط كينيا جنوب افريقيا اللي هتشتغلي عليه دلوقتي عشان فكره التوعيه بتقليل استخدام البلاستيك، كلمينا الرحله دي بتعمليها ازاي من ناحيه انه هل مثلا بتمر على محطات معينه بيبقى في لافتات معينه بتشيليها بتقولي يعني، هل بس مجرد التشالنج او التحدي انك انت يعني تستقل الدراجه من نقطه الف الى نقطه ب، ولا بتقومي بانشطه خلال الرحله دي؟ هو انا بحاول اعمل على الاقل في اليوم يعني في كل يوم احاول اشيل يعني اشيل الزباله من الطريق يعني على الاقل ثلاث حاجات في اليوم اشيلها معايا وانا بالعجله يعني كنوع من انواع تقليل البلاستيك اللي هيقابلني في السكه يعني. اكيد. طيب ده هدف كويس قوي بيتوافق مع الاهداف العالميه. احنا لسه كان عندنا مستضيفين من اقل من سنوات قليله جدا كاب 27 وكنا بنتكلم فيه عن اهميه ان احنا نقلل استخدام البلاستيك، فواضح ان انت ماشيه كده مع الترند العالمي ومع السياسات اللي بنحاول دايما نعملها في مصر. كل الشكر ليكي يسرى منير اللي هتقوم برحله خاصه من كينيا
ولغايه جنوب افريقيا للترويج لتقليل استخدام البلاستيك. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا يسرى، وربنا معاكي. 5000 كيلو من كينيا لجنوب افريقيا. 8. طبعا 8 كمان. 8000 كيلو مسافه كبيره جدا، لكن الرساله مهمه جدا، رساله وعي، رساله ان لازم نقلل استخدامنا للبلاستيك ولازم نحافظ على البيئه وعلى الكوكب زي ما بتقول يسرى. دلوقتي نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم. كنا بنتكلم على مدار الحلقه ان النهارده اليوم العالمي للمراه، وان العالم كله بيحتفل باليوم ده عشان المجهودات العظيمه اللي ممكن بنلاقيها بتقوم بيها في المجتمع. شفنا تمكين كبير ليها في المجتمع في الفتره اللي فاتت، وكمان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عن المراه استوصوا بالنساء خير. خلونا نتكلم مع حضراتكم في الفقرة دي عن المرأة في الإسلام، كمان إزاي تم تمكينها في المجتمع، وإزاي المرأة مكرمة في الإسلام وليها مكانة خاصة جدا. معانا الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منورانا في الاستوديو. صباح الخيرات على حضرتك. صباح الخير. طيبة. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات. كل سنه وكل الستات طيبين. وكل مصر بخير وكل العالم ان شاء الله. مكانه المراه في الاسلام، ننطلق من الحديث الاجمل لسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. نعم، هو يمكن الحديث ده جاي في خطبه الوداع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها اليوم اكملت لكم دينكم. فاحنا لما نيجي نتكلم عن الاسلام عمل ايه للمراه، لازم نعرف هي كانت عامله ازاي قبل الاسلام ايه. يعني الكتب والتاريخ بيروي روايات يعني تفيد بعشوائيه في المجتمع في التعامل مع المراه، مفيش سيستم بالظبط كده في التعامل مع السيدات. يمكن لو قرينا روايه من العادات الجاهليه اللي كانت موجوده، عاده وقد البنات، ولقينا ان سببها بيحكي ان كان في راجلين غاروا على بعض، يعني كأنهم قاموا بحملة أو هجوم من واحد اسمه النعمان ابن المنذر ضد واحد تاني اسمه عاصم ابن قيس، وأخذ مجموعة من السيدات من قبيلة عاصم ابن قيس. فلما أخذها خدها على سبيل الأسرة، فجي النعمان ابن المنذر بقى وصلوا لتفاوض وصلح علشان يرجع الستات اللي هي اتخذت من القبيلة التانية. فبدأوا يتفاوضوا مع السيدات مين ترجع ومين تقعد، فأخذوا بعض البنات وافقت أنها ترجع، وفي واحدة منهم ما رضيتش أنها ترجع، ممكن تكون زوجة عاصم ابن قيس ده أو بنته، يعني الروايات اختلفت، أنها ما رضيتش ترجع لأبوها أو لقبيلتها تاني. فجي عاصم ابن قيس سن قانون في القبيلة وقال أن أي بنت هتتولد هيقتلها أو هيؤدها، وبقى دي عادة في العرب في الجاهلية. مشهد زي ده اللي يبص له يلاقي قمة العشوائية، يا إما الستات المنتصرات هم مكرمات والمهزومات هم مأسورات، وفي فتيات بيتم أخذ قرار في حقهم بالوقد أو بالقتل أو الدفن حي. فلما نيجي نقول الإسلام عمل إيه للمرأة، الإسلام أنصف المرأة، حط سيستم للمجتمع، حط نظام مجتمعي يمشي عليه. والنظام بدأ من أصل الخليقة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلما يبقى الرجل والمرأة أو المرأة أو الأنثى مع الذكر فهم أصل الخليقة، يبقى كل اللي هيجي بقى في الخلق من إعمار الأرض ومن استخلاف ومن كل الحاجات الكونية اللي هتحصل، المرأة هتاخد شراكة فيها. صحيح. هو ده الأصل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فيبقى لما كانت المرأة أصل الخليقة، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يبقى إذن هي هتكون شريكة في هذا الاستخلاف. فالإسلام بقى لما حب يرتب مكانة المرأة في المجتمع ده في الوقت ده، بدأ بتصحيح المفاهيم المغلوطة. يعني نظرة بقى المجتمع للمرأة، لا هي مش لم تكن شيئا، لما زي ما جت في بعض الروايات ان هي كانوا بيقولوا المرأة في المجتمع الجاهلي لم تكن شيئا، لان طبعا بيتاخد قرارات كتيرة في حقها، لكن الإسلام قال لا، هي أصل الخليقة. وأكتر من كده، ان اي عمل صالح بتقوم بيه ربنا سبحانه وتعالى بيجزيها عليه خير وبيكافئها عليه. علشان كده ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى اذا لما يكون المراه هي يعني في تحت نظر الله سبحانه وتعالى بالاعمال الكويسه اللي هي بتقوم بيها، فمن باب اولى ان المجتمع بقى يرعاها. وبدات الايات القرانيه تحث او تدعو الى هذه الشراكه. يعني في البدايه الاول خدت حق البقاء، لان ده ما كانش الحياة. اصلا موجود بالزبط. انها تبقى موجوده وانها تبقى على قيد الحياه اصلا. نعم. في حد نعم. ابسط الحقوق نعم. ما كانش موجوده. نعم. الاسلام
كرم المرأة بأنها أصلا في البداية تعرف تعيش، تعرف تعيش وبعدين والعبادات بقى وصل بيها لأنها تاخد حقوق كاملة في كل حاجة، في العبادات، في الحياة الاجتماعية والمجتمعية، في الميراث، في كل شيء، من شخص لم يكن له الحق في الحياة إلى أن يتقاسم مع الرجال. أظن دي فترة قليلة جدا، اللي هي فترة يعني نزول القرآن في الفترة الوحي فيها، ونزول الوحي وتأصيل التعامل كمان، يمكن ثورة مجتمعية ما حصلتش في أي مكان ده بالضبط. والتعامل الأصعب هو التعامل مع العادات والتقاليد والأعراف، فلما يكون مجتمع بيسن قوانين والإسلام يسن له قوانين عكس القوانين بتاعته ويلزمه أنه هو يتماشى مع قوانين الإسلام ويربط له ده بالتشريع. يعني إحنا لما نقرأ في القرآن إن المسلمين والمسلمات مع بعض، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والذاكرين والذاكرات، والخاشعين والخاشعات، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيربط وجودها بالتشريع نفسه، علشان بعد كده مين هينكر ده؟ حتى دكتورة أميرة في الخطاب القرآني وفي الخطاب النبوي كمان فكرة التمييز، لا يوجد تمييز ما بين الرجل والمرأة، وده كمان يعني بيسد الفجوة الخاصة ببعض الشبهات اللي بيثرها بعض الأصوات عن الإسلام، إنه في تمييز ما بين الرجل والمرأة. ما فيش تمييز، هو يمكن حضرتك توضح لنا أكتر إنه طبعا. سواء في الخطاب القرآني أو في الخطاب النبوي أو حتى في مراحل التاريخية للإسلام كانت المرأة تقف جنبا إلى جنب، ولدينا قصص كثيرة جدا في المعارك وفي الحروب وغيرها، المرأة كانت بتتقدم الصفوف. نعم، يمكن يعني أول ملف بعد مسألة تصحيح المفاهيم اللي الإسلام تطرق ليه إن هو يعطيها بقى الحقوق، وجه في السنة النبوية النساء شقائق الرجال، فده يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا لما يجي التشريع خطاب واضح وصريح، ما فيش أي شبهة تمييز، وبالعكس ده يمكن برضو يعني دايما احنا لما بنيجي نقرأ في التاريخ يقول وبضدها تتميز الأشياء، دايما علشان الإسلام ما يبقاش معرض لفكرة انه هل ميز المرأة، هل أنصفها، هل هو قلل من شأنها. لا، اللي يبص المجتمعات، المرأة في المجتمع الجاهلي كانت تورث هي شخصيا، يعني هي كامرأة لو توفي زوجها يبقى هي احد ممتلكاته او احدى ممتلكاته، اللي بعد كده ولاده او ورثته يجوا يقولوا لها طيب هتفتدي نفسك بقد ايه من المال، ولا تتجوزي فلان، ولا يعني ده كل ده الاسلام نظمه تماما، وانزل قران فيه يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، يعني ده بشكل صريح. لو رحنا بقى على تمكين المرأة نفسه من حقها المالي، ده بقى إذا كانت هي نفسها كانت تورث، لا، الإسلام بقى ده حاجة تانية، اللي هي الحق المالي، إنها لها ذمة مالية مستقلة، يعني ببساطة كده الفلوس بتاعتها يعني ده يعني الإنسان الذي لا يملك قوته، لا يعرف يجيب فلوس ولا يعرف يتحكم فيها ولا يملك شيء، لكن الإسلام لما قال المرأة ادها الحق ده كامل، وقال ان هي لها ذمتها الماليه المستقله، الفلوس بتاعتها من حقها تملكها، تاجرها، توهبها لاي حد، وما ينفعش اي حد ياخد منها اي شيء من هذه الاموال الا بطيب نفسها. أيوة. يعني دي مرتبه اعلى من الموافقه. ومين المخاطب بقى باستشعار طيب النفس؟ الرجل اللي هيقول لها اديني وبعدين عم تفرج، اديني دلوقتي وبعدين نبقى نشوف الحكايه دي. لا، ده الى حين ما يصار. لا، ده الاسلام موجه له، هو الكلام، هو اللي يستشعر طيب النفس، فقال فإن طبنا لكم، اللي هم مين؟ للرجال، عن شيء منه نفسا فقولوه هنيئا مريئا. طيب لو قالت له أنا مش عايزة أديك والفلوس دي بتاعتي وحقي، يبقى العلاقة انتقلت فورا لعلاقة دائن ومدين. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، خدت منها حاجة بدون رضاها أو بدون إذنها أو هي مش هتديها لك بطيب نفس، يبقى تكتب لها نصيبها في الحاجة دي. ده قمة الضمانة لحقوق المرأة المادية ابتداء يعني. وبعد كده لا، لو قبل ما نقول بعد كده احنا لازم نقف دلوقتي موجز الساعة 9، هنروح ونرجع نستكمل الكلام لأنه محتاجين نتكلم فيه بوضوح أكثر. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز الأهم الأنباء مع لميا. اتفضلي يا لميا. شكرا لك منا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كمية هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في المواني المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية عقب الإشراف على الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. كما شدد مدبولي على أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه لحالة الاتحاد إنه يواصل العمل دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع. ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية. وشدد بايدن على أن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين. استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء إثر غارات شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. واستشهد نحو 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال منزلين بدير البلح وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب العشرات إثر استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات عند دوري النابلسي والكويت غرب مدينة غزة، وقد تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سكرت كاغ أنه لا بديل عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق البر. وقالت كاغ للصحفيين في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أنها تحدثت عن أهمية تنويع طرق الإمداد البرية، لافتة إلى أن هذا الحل يبقى الأمثل لأنه أسهل وأسرع وأرخص، وخاصة مع الحاجة لمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة لفترة طويلة من الزمن. أعلنت أوكرانيا تعيين فاليري زالوجني سفيرا لها لدى بريطانيا بعد شهر من إقالته من منصبه قائدا أعلى للقوات المسلحة في البلاد. وجاء الإعلان بينما كان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يلتقي بوزير الدفاع البريطاني جرانيت شابس. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن زيلنسكي وافق على ترشيح فاليري سفيرا فوق العادة ومفوضا لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة. وأشار زيلنسكي بتعيين فاليري قائلا إن التحالف مع بريطانيا التي تعد من أبرز الداعمين لبلاده منذ بداية العملية الروسية يجب أن يصبح أقوى. رياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023. ويدخل الأهلي المباراة سعيا لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا. ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في التغلب على مشكلة الغيابات في صفوف الفريق وحصد اللقب للمرة 39 في تاريخ النادي. على الجانب الآخر، يأمل الزمالك في حصد اللقب 29 في تاريخه استكمالا للمرحلة الجديدة والتي دشنها النادي من خلال تدعيم صفوف فريق كرة القدم واستخدام البرتغالي جوزيه غوميز كمدير فني. مشاهدينا، انتهى موجز 9، ونعود مرة أخرى لزملاء لاستكمال فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. خلينا نكمل كلامنا تاني مع دكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. دكتورة أميرة، قبل ما نروح موجز الساعة 9 كنا بنتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة وجعل ليها ذمة مالية منفصلة، بالإضافة إلى أنها ليها الحق في أنها ينفق عليها عن سعة أو عن يعني حد، كل واحد حسب مقدرته، من الأب ومن الزوج، وإذا لم يتواجد الاثنين فمن الأخ. بالرغم ده هي ليها بقى ذمتها الماليه المنفصله، تكريم ما بعده تكريم وتامين ما بعده تامين. نعم،
هو يمكن يعني لو لما نيجي نبص للحاله اللي حضرتك قلتيها دي او للنموذج ده، ده يعني قمه التأصيل للعلاقات الاسريه او الترابط المجتمعي بين الـ بين الـ بين الـ بين, الـ بين افراد الاسره، بين المجتمع، بين الناس جوه الاسره. مش معنى ان هي لها ذمه ماليه مستقله وان الفلوس بتاعتها هي، يعني الاسلام في الحته دي لما الزم الرجل اللي هو ينفق عليها خاطب فيها احتياجها للامان، خاطب فيها الاحتياج الفطري للامان. يمكن هي تقدر على توفير الامان لنفسها بشكل طبيعي جدا في الحياه، يعني تقدر تشتغل وتصرف على نفسها وتوفر فلوس لنفسها، وتقدر تحافظ على نفسها بالامان النفسي جدا جدا جدا، وتامن جسدها وتبقى يعني عندها عضلات وكل حاجه. لكن كل المتخصصين والمتحدثين في علم النفس قالوا ان المراه لما تكون في 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 الاسره بتحتاج الى توفير هذا الامان نفسيا من الرجل اللي معاها في الاسره، يعني فطريا يعني. فهو عشان كده الدين اداله بقى الحاجات دي عشان يحصل التكامل الاسري بقى، هو يدي لها احتياجها وهي تطلب كمان منحها حق الذمه الماليه المنفصله والخاصه. والنص القراني كمان واضح يعني، نعم، للرجال اكتسب، يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، نعم، يعني لها نصيب وهو له نصيب. نعم. طيب من الحقوق الماليه واللي حفظها الاسلام للمراه الى حقوق اخرى كثيره جدا، نعم، حق في التعليم، في التربيه، حتى الحقوق يا فندم النفسيه والاجتماعيه المعنويه طبعا، نفسيه المراه، نعم، كيف يتعامل معها الرجل او، نعم، كيف يتعامل معها المجتمع بكل اطيافه، نعم، حقوق كثيره جدا. لو، نعم، حابين نتكلم يعني سريعا على هذه الحقوق اللي اقرها الاسلام، ونبدا حتى بفكره الحق في التعليم والتربيه. نعم. هو الحق في التعليم احنا هنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا ببيته، بدا يقدم هو النموذج علشان يوصل للحاله اللي هو قالها في خطبه الوداع، اليوم اكملت لكم دينكم. فهو قدم ده النموذج، وكانت السيده عائشه هي من افقه النساء، وكان عطاء ابن ابي رباحه كان بيتكلم على السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ويقول لم ارى احد يتكلم في الفقه ولا في الطب ولا في علوم الدنيا من عائشه. وستنا ام سلمه كانت بتروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد انها يعني روت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكره انها تروي الحديث، يعني هي بتقعد وتسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظه وتسجله وتفهمه وتبدا ترويه للصحابه ومن ياتي بعدهم. فوصلت لعدد الاحاديث اللي روتها 387 حديث في بعض الروايات، والبخاري ومسلم يعني وثقوا في بعض روايات السيده ام سلمه. كذلك عندنا اسماء بنت ابي بكر الصديق كان ليها مشاركات المجتمعيه. فالاسلام في حق التعليم هو بدا باهل بيته، وكانت السيدات كانت تلجا للصحابيات والفضليات ويسالوهم عن امور الفقه أمور وامور الدين وامور الدنيا، ويقول لهم عرفتوا ايه من النصر. يعني كانت فقيهه في الدين وفقيهه في الدنيا. نعم، هو ده اللي قال كده، قال فقيهه في الفقه وفقيهه في الطب. صحيح. وعلشان كده يمكن كانوا اهل السيدات او الفضليات الصحابيات الكرام كانوا اهل ثقه للانبياء واهل ثقه للصحابه. يعني نذكر جميعا الروايه المشهوره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج ياخد قرار في صلح الحديبيه، اللي هو ان هو يرجع وما يكملش الاحرام بتاعه، وقال للصحابه يلا احلقوا وانحروا الهدي بتاعكم، محدش سمع كلامه. فدخل واستشار ستنا ام سلمه، فقامت قالت له ما تتكلمش معاهم خالص، اخرج وابدا بنفسك، احلق شعرك وانحر هديك. ومشورتها الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها، والصحابه سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمشوره اللي اشارت عليه ستنا ام سلمه. ده بالنسبه بخصوص مساله حقها في التعليم. لكن بخصوص بقى الحقوق النفسية والحقوق المعنوية، ده الإسلام يعني نبه جدا على حسن معاملة المرأة وحسن عشرتها، ويمكن البداية عند الحديث استوصوا بالنساء خيرا، لا أكتر بقى من كده، إن الإسلام نبه على إن الراجل ما يبغضش أو ما يعبرش بتعبيرات يحسس المرأة إن هو يكرهها، حتى بالإيماء بالوجه ولا أي حاجة خالص، ده بالعكس، يعني مش بس الكلام، حتى بالنظرة. والإسلام إداله استراتيجية تانية، لو أنت زعلان منها أو بدأت تشوف فيها حاجات مش عاجباك، لا اعمل إيه بقى؟ فتش في حسن صفاتها، فتش في الحاجات الحلوة اللي فيها، الإيجابيات الجميلة اللي فيها. فالحديث واضح، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. دور على الحاجة الحلوة اللي فيها، ما تركزش مع الوحش. وكمان الإسلام حرم على الرجل إن هو يفشي سر زوجته،
وقال في الحديث ان من اشر الناس منزله يوم القيامه ان الرجل اللي يخرج وينشر سر زوجته ويحكي مع اي حد عن اي حاجه تخص زوجته، يعني قمه اللي هو يحافظ عليها وان هو يرعاها وانها تكون في رعايته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قول صريح: خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فانت عيب بدل ما تقول انا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وانا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، شوف هو كان بيعمل ايه. هو حط الخيريه كلها في انك تبقى خيرك ده رايح لاهل بيتك، ما يكونش رايح لحد تاني. ونبه على ان من حسن العشره ان الراجل ياكل زوجته من الاكل اللي هو بياكل منه ويكسيها من المستوى اللي هو بيلبس منه، يعني ما ينفعش يبقى بياكل هو في حاجه كويسه ويقول لها مثلا مشي انت حالك باي حاجه عندك، لا، يعني يطعمها مما طعمت ويتكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني حتى ما يتلفظش باي لفظ يشعرها بالاهانه فيه ولا اي حاجه. يعني الاسلام كان واضح جدا في المحافظه على معنويه المراه وعلى نفسيتها، ويمكن ده ينبهنا او ينبه الستات انها تبدا بقى يعني تكون فاهمه ان التشريع معاها والقانون معاها والواقع معاها كل حاجه، فاضل بقى هي تبقى طول الوقت مؤمنه بقدراتها، مؤمنه بامكاناتها، وعارفه ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلاهاش اقل، وهي لها اهليه، والاهليه دي تخليها تؤدي ادوارها بمنتهى البراعه ومنتهى الاريحيه، وتعرف ان اي مكان هي هتحط ايديها فيه هيثمر وهيكون اثره ايجابي على نفسها وعلى المجتمع، وتنطلق ومعاها الشرع ومعاها القانون ومعاها العرف ومعاها الواقع المجتمعي الحمد لله اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الحمد لله كل الابواب تقريبا متفتحه قدام الست يعني بالواقع الحمد لله. يعني اكيد احنا سعداء جدا بوجودك معانا دكتوره اميره رسلان، عضو هيئه التدريس بجامعه الازهر وعضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. نورتينا وشرفتينا وطمنتينا كمان عن يعني ان الامور كانت موجوده من قديم الازل، وان الاسلام كرم المراه من سنين السنين، وان بيحصل دلوقتي نتاج لعقيدتنا ولشريعتنا الاسلاميه. طبعا. كل الشكر ليكي دكتوره، نورتينا وشرفتينا. نورتينا وشرفتينا دكتور. دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نرجع مره ثانيه. وصباح الخير. امبارح كلنا تابعنا في جولة رسمية في ميناء الإسكندرية رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وهو يتابع تنفيذات التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في مختلف المواني المصرية. كان في مجموعة من الحاويات المتواجدة داخل ميناء إسكندرية اللي بتضم عدد كبير جدا من السلع والبضائع. خطوة مهمة هتساهم في زيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق، وكمان هتساعد إن يبقى في توازن للأسعار وتنخفض كمان إن شاء الله خلال الفترة الجاية. خلينا نعرف تفاصيل وقراءة وافية عن الإفراجات الجمركية وإزاي هتنعكس على المواطن المصري. خلينا نرحب بالدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. إفراج فوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ بتوجيهات من القيادة السياسية متمثلة طبعا في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إزاي حضرتك شايف عملية أو تنفيذ عملية الإفراجات وانعكاساتها على المصريين في الفترة القادمة؟ تمام. في البداية طبعا التوجه الرئاسي بالإفراج الفوري عن معظم السلع والمنتجات خاصة اللي دولة رئيس الوزراء حددها امبارح في المؤتمر الصحفي اللي هي ليها أولوية قصوى لعودة انسيابية الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق انعكاسه بالإجابة على انخفاض الأسعار، اتحدد في السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف اللي احنا بنشهد فيها بسبب سلم الأولويات الأربع حاجات. بالظبط كده. ليه؟ لأن لما بيتم الإفراج عن هذه السلع اللي تم تحديدها بالأمس دي بتسهل من عملية مستلزمات الإنتاج والعملية التصنيعية، وبالتالي زيادة المعروض في الأسواق وعودة الدورة الاقتصادية عشان نقدر بعد كده نلمس انخفاض في الأسعار بشكل تدريجي. والدورة يعني التدريجية دي بتاخد تقريبا من شهرين لثلاث شهور بحيث ان احنا نقدر نلمس هذه الأسعار بشكل مناسب للمواطنين، ان يقدروا يلبوا احتياجاتهم اليومية بشكل مناسب. فطبعا توجيه رئاسي ووجود رئيس مجلس الوزراء في الميناء للإشراف على الإفراجات ده بتكون رسالة قوية جدا لأن الدولة المصرية عازمة وبكل إرادة على تصحيح المسار الاقتصادي. جميل.
وده بنشوفه من كمان مش حتى من امبارح، لا ده في اجراءات تمهيديه سبقت قرار البنك المركزي ومن ناحيه السياسه الماليه والسياسه النقديه. يعني احنا لو شفنا كده خلال الاسبوع الماضي او الاسابيع الماضيه كان في حزمه من القرارات الموجهه للحمايه الاجتماعيه عشان لما نقدر ناخد قرار تحرير سعر الصرف او السعر العادل للجنيه نبقى عندنا مظله اجتماعيه تواكب هذا التغير في السعر، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخميه اللي هتنتج عن هذا القرار من جانب البنك المركزي، بالاضافه ان الاعفاءات اللي تم حذفها من الشركات المملوكه للدوله ويبقى في حياديه وتنافسيه مع كل القطاع الخاص، ده بيسهل بشكل كبير جدا على عمليه التنافسيه في الاسواق، وبالتالي هنشهد خلال الفتره القادمه مجموعه من الافراجات تباعا على حسب الاولويات اللي تم تحديدها من قبل الدوله. الحقيقه دكتور مصطفى المشهد اللي كلنا شفناه امبارح مشهد بيبعث كده برساله طمانه، واحنا شايفين على الهواء دلوقتي صوره السيد دكتور مصطفى مدبولي وهو في ميناء اسكندريه والافراج الفوري والجمركي. صوره فيها رساله للتجار، فيها رساله كمان للسوق مهمه جدا. احنا بلغه الارقام بنتكلم على حوالي 12 مليار جنيه من اول شهر يناير حتى مارس. الان الرقم ده بيمثل ايه برأي حضرتك، والى اي مدى ده ممكن يعمل رساله تثبيت حتى الاسعار دلوقتي لغايه ما زي ما سيادتك قلت الدوره تتم خلال شهرين ثلاثه ويحصل تخفيض للاسعار او انخفاض ليها؟ اهميه هذه الرساله ايه؟ انا فعلا لفت نظري امبارح الرقم ده اللي هو 12 مليار دولار من اول يناير حتى مارس، لان يعتبر كده الدوله في عز ازمتها خلال شهر يناير وفبراير قدرت ان هي توفر عمله دولاريه بحيث ان برضو تقدر توفر دولار للافراجات الجمركيه بحيث ان ما يحصلش يعني توقف او فجوه كبيره جدا في معظم السلع. يعني معنى ان هي تقدر ان هي توفر او تفرج عن سلع بقيمه 12 مليار دولار من اول يناير لغايه مارس، ده معناه ان الدوله كانت شغاله برضو على موضوع الافراجات وما تمتش امبارح بس، لا كان في افراجات بس بشكل محسوب جدا ودقيق عشان للحفاظ على المقدار المتاح او الحيز المتاح من العمله الدولاريه اللي كانت بتوفرها للاولويات القصوى، وبالتالي ده برساله قويه جدا على ان الدوله ما كانتش شغاله بس اول ما مشروع راس الحكمه او اتفاقيه راس الحكمه اتوقعت او السيوله او التدفقات الدولاريه دخلت من هذا المشروع، ولكن الدوله كانت شغاله باجراءات سابقه للعمل قدما على حل هذه المشكله وعدم التراكم المتزايد او يحصل فجوه كبيره جدا ما بين الطلب اللي موجود في السوق وانحصار العرض. أكيد. طيب احنا بنتكلم عن ان كل ما بيتم افراج جمركي كل ما نتوقع ان شاء الله ان الفترة الجاية الامور تستقر اكتر واكتر سواء في الاسعار او في المواد الخام اللي بتساعد انها تبقى موجودة وتساعد على نمو حركة الانتاج وتوفرها كمان. ازاي يقدر يحصل نمو في حركة الافراج الجمركي من غير ما تأثر على اي حاجة تانية، من غير ما تأثر على الاحتياطي الدولاري، من غير ما تأثر على اي حاجة تانية؟ خلينا اقول لحضرتك ان بمجرد التدفقات الدولاريه اللي دخلت من راس الحكمه ابتدت النظره الخاصه ب يعني شكل وثقه الاقتصاد المصري تتغير لدى المستثمرين، وبعد القرار الاخير لتحرير سعر الصرف ده طبعا ساهم بشكل كبير جدا. يعني مؤخرا امبارح كان في تعديل للنظره الموديز عدلت التصنيف الائتماني في النظرة من سلبية المستقرة، وده طبعا بتكون رسالة مهمة جدا في توقيت دقيق للاقتصاد المصري. طبعا. ليه؟ لأن هيعطي ثقة زيادة في المناخ الاستثماري للاقتصاد المصري، وبالتالي هيساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وحتى غير المباشر. يعني احنا دلوقتي بنشوف السندات المصرية ابتدى يحصل عليها رواج، وحتى جي بي مورجان بتوصي في الاستثمار في السندات لأجل عام. كل هذه العوامل مع بعض بتساهم على مفهوم الاستدامة في التدفقات الدولارية، وبالتالي هتساهم زي ما حضرتك قلتي في نمو حركة
الافراجات. طالما انا عندي كدوله سعر واحد للدولار هيخلي ان التحويلات من المصريين في الخارج احنا ما عندناش سعرين، فده هيرجع تاني الامور يعني في سياقها. لو هناخدهم في نقاط كده، هيساهم في زياده تحويلات المصريين في الخارج، هيساهم في تعزيز حجم الصادرات، لان هيبقى المنتج بتاعي ارخص ويبقى ليه منافسه اكتر في الاسواق الخارجيه، فالحصيله الدولاريه هتزيد. وده المستهدفات اللي احنا بنتكلم عليها في اطار التوجهات الاستراتيجيه للاقتصاد المصري اللي اطلقتها الحكومه خلال الفتره الماضيه، خلال الست سنوات الماضيه، ان احنا عاوزين عندنا مجموعه مستهدفات نوصل بيها في الصادرات ل 145 مليار. هنعمل ده ازاي اذا ما كانش يبقى فيه افراجات جمركيه وكل مستلزمات الانتاج بتخش بانسيابيه وعدم توقف عشان تقدر المصانع تشتغل بكامل طاقتها الاستيعابية؟ لان احنا كنا الفترة اللي فاتت كانت الاسعار بتعلى بسبب ان المصانع بتشتغل تقريبا ب 20-30%. وعنده حضرتك معلش عفوا المقاطعة، يعني دي جانب مهم جدا كمان في مشهد امبارح، يعني الافراج الجمركي زي ما حضرتك ذكرت في مجموعة كده من الاولويات فيما يتعلق بالادوية بالمواد الغذائية بالاعلاف، النقطة الخاصة او الجانب الخاص بمستلزمات الانتاج، لانه في شكوى بنشوفها الفتره اللي فاتت اللي هو توقف مصانع مهمه جدا بالزبط. لعدم توافر مستلزمات الانتاج. التاكيد على الجانب ده ازاي ممكن يعظم وينشط مره اخرى القطاع التصنيعي في مصر، بيطمن كمان الصانعين والموردين انه عجله الانتاج هتدور تاني، المصانع مش هتقف وتشتغل، الجانب ده شايف اهميته ازاي؟ طبعا في غايه الاهميه، طالما ان انا عندي كدوله سعر صرف واحد، يبقى انا وعندي اتاحه من الدولار موجود زي ما صرح محافظ البنك المركزي، احنا عندنا دلوقتي اتاحة وفائض. الفائض ده هيخلينا او هيخلي الدولة المصرية ان هي تبقى يعتبر عندها الملاءة الدولارية اللي تقدر تتدخل بيها وقت الحاجة. وزي ما حضرتك اشرت، مستلزمات الانتاج دي يعني جزء رئيسي في عملية ضخ السلع والمنتجات، فلازم يكون اتاحة دولارية تساهم في سد الفجوة أو الطلب على المستلزمات الإنتاج لدخولها في السوق لتشغيل المصانع بكامل طاقتها. لأن زي ما كنت أشرت أن المصانع خلال الفترة اللي فاتت كانت بتشتغل ب20-30%، فكان بيحمل من ربع كل طاقتها فكان بيحمل كل التكاليف الثابتة على العشرين وحدة مثلا اللي بينتجهم، بدل ما كان بينتج 100 في المعتاد بينتج 20 وبيحمل كل التكاليف الثابتة والتشغيل على العشرين قطعة، بالإضافة لأن كان بيشتري من السوق السوداء عشان يوفر احتياجاته، فكان بيزود الأسعار مرتين، إن التكاليف الثابتة دي زي الكهرباء والغاز وتوفير الدولار من بره، فكان ده بيعمل سعر عالي غير مبرر في أسعار السلع والمنتجات اللي بيتم طرحها. لكن طبعا بعد الإتاحة والوفرة اللي بقت موجودة عندي سعر صرف واحد، فكده هيدي بقى للمستثمر المحلي إن هو يقدر يحسب تكلفة الوحدة بالظبط بالسعر الحقيقي، بالإضافة للمستثمر اللي عاوز يخش جديد للاقتصاد المصري هيقدر إن هو يحدد دراسة الجدوى الاقتصادية ومعدل العائد على الاستثمار بشكل صحيح. وبالتالي سعر صرف واحد، انسيابية الإفراجات الجمركية من الأولويات القصوى للسلع الأساسية، ده هيساهم بشكل كبير في عودة الأمور لطبيعتها للمسار الصحيح بتاعها. طيب هل نقدر نقول الانفراج الاقتصادية اللي ابتدت تحصل بالفعل دلوقتي نقدر نقول انها بتعزز فرص الاستثمار عندنا في مصر، وبتعزز فرص التبادل التجاري عندنا في مصر، وبتعزز التواجد اصلا في افريقيا اكتر واكتر كمان؟ بالتأكيد، كل ما يكون الاقتصاد المصري عنده مرونة اكتر وعنده صلابة اكتر في اتاحة الدولار، واحنا بنقول دايما احنا الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، متنوع لانه بيعتمد على اكتر من قطاع، وده المستهدفات الخاصه بالمرحله الثانيه للاصلاحات الهيكليه اللي اشار ليها دوله رئيس الوزراء. احنا عندنا قطاع الصناعه والزراعه وتكنولوجيا المعلومات والسياحه، فده الاقتصاد المتنوع. احنا عندنا اكتر من قطاع يدر عائد ويدر ايرادات، وبالتالي هيشجع الاستثمار الاجنبي المباشر على الدخول، خاصه ان الدوله خلال الثمان تسع سنوات الماضية بتشتغل على زيادة الحوافز وزيادة الاستثمارات وتذليل كافة العقبات والمعوقات اللي تحول دون زيادة الحوافز الاستثمارية أو الاستثمار الأجنبي المباشر. احنا شهدنا آخر حاجة كان المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرار
من شأنهم تسهيل عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى في عز الأزمات المتتالية اللي شهادتها مصر خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر ظلت أعلى نسبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وده يدل على أن جاذبية المناخ الاستثماري في مصر بغض النظر عن الأزمات اللي ممكن تحصل إلا أن بيظل الوجهة الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر. إشارة للي حضرتك أشرت ليه في موضوع أفريقيا، إحنا طبعا عندنا شراكات كتيرة وأهمهم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، فطبعا مع انتظام عملية الإنتاج والتشبيك مع مستهدف زيادة الصادرات، عندنا سوق كبير جدا في أفريقيا نقدر إن إحنا نفتح منافس كتيرة في زيادة الصادرات المصرية. ودايما مصر كانت بوابة يعني دايما للقارة الأفريقية. على ذكر الاستثمار الأجنبي المباشر، امبارح كان في خبر إيجابي ومهم جدا، خبر اقتصادي، وكالة مودز للتصنيف الائتماني بتعدل نظرتها للاقتصاد المصري إلى نظرة مستقرة. بالزبط. وده طبعا بيدي شهادة ثقة للمستثمر بالتأكيد. الأجنبي للمؤسسات العالمية الأجنبية اللي بتشتغل في مجال الاستثمار إن يحصل تدفقات واستثمارات داخل مصر. شايف أهمية الخبر ده إزاي وانعكاسه على الحالة الاقتصادية خلال الفترة اللي جاية؟ طبعا يعني خبر في غاية الأهمية، لأنه بيأكد على المسار أو الإجراءات الصحيحة اللي الدولة المصرية ماشية فيها لاستدامة عملية النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي. إحنا كنا الفترة المرحلة الأولى كنا بنشتغل على السياسات المالية والنقدية، المرحلة الجديدة إحنا بنشتغل إزاي نزود مساهمات هذه القطاعات مع زيادة الحوافز، وكمان في إطار زيادة مساحة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. والدولة عندها إرادة قوية وعازمة على إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وطبعا اللي حصل خلال الفترة اللي في اليومين اللي فاتوا تقريبا ده بيعظم من هذه الفرص، خاصة إن احنا عندنا فرص استثمارية كبيرة جدا وواعدة، يقدر المستثمر ان هو يدخل ويضخ استثماراته، وده هيعود على المواطن في توفير فرص عمل مباشره وغير مباشره تساهم في تراجع معدل البطاله. اشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات والتحليل الاقتصادي المبسط، فهمنا اهميه الرساله اللي احنا شفناها امبارح، وجود رئيس الوزراء في ميناء اسكندريه هو بيتابع بنفسه باشراف مباشر على الافراجات الجمركيه. دكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، نورتنا. شكرا جزيلا، الله يحفظك يا دكتور. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم وفقراتنا مستمره، خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم فقرتنا الاخيره في صباح الخير يا مصر للنهارده. والله من بداية الحلقة لما بنقول يوم المرأة العالمي حقنا نقول إنه يوم للمرأة المصرية، مرأة مصرية بتعرف تعمل كل حاجة، أيقونة نجاح، قادرة إنها تحقق إنجازات غير مسبوقة في مجالات مختلفة ومجالات كانت بعيدة عنها، هي قربتها بشطارتها وبقدرتها على الإبداع وبقدرتها كمان على إنها تقدر تعمل فرق في المكان اللي هي موجودة فيه. لما نيجي نتكلم عن المجال العلمي فبقى خلينا نقول حدث ولا حرج، وبكل فخر عندنا عالمات، عندنا باحثات، عندنا مبتكرات في مجالات كتير أثبتوا نفسهم وقدروا يقولوا إحنا موجودين ببراءات مختلفة عن اللي هم موجود في الحاجات المحيطة بيهم وفي الأبحاث الموجودة حواليهم. أجمل ختام النهاردة في صباح الخير يا مصر إن يكون معانا ثلاثة عالمات أو ثلاث عالمات فائزات في مسابقة مهمة جدا، مبدعات مصريات، نماذج الحقيقة ملهمة مشرفة جدا وترفع الراس كده. أسماء الفائزات بجوائز المرأة في العلم ومنورينا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، معنا دكتور رنا يونس الباحثة بالجامعة الألمانية الدولية عن بحثها ابتكار دلالات أورام سرطان الثدي للسيدات في الفئة العمرية أقل من 40 سنة، منورانا وشرفانا دكتورة رنا. معنا كمان الدكتورة رنا عيسى الباحثة بجامعة بدر وبحث مبتكر عن منع انتشار البكتيريا على القسطرة الوريدية، منورانا وشرفانا دكتورة رنا. وكمان دكتور ورود عادل الباحثة بجامعة زويل عن بحثها ابتكار مختلف جدا، ضمادة يعني زي الشاش كده بتحط على الايد من قشر سمك البلطي، هنسمع ونعرف ايه القصة دي. منورنا ومشرفينا النهاردة في فقرتنا الأخيرة في صباح الخير يا مصر، ونبدأ مع دكتور نوال عيسى بداية. رنا عيسى، شايفة
بداية الاشتراك في هذه المسابقة، وكلمين عن البحث اللي فزتي من خلاله بهذه المسابقة والتكريم. أنا المشروع بتاعي على سرطان الثدي، وسرطان الثدي للفئة العمرية اللي هم أقل من 40 سنة، لأنه يعني أنا في فترة أنا بشتغل في سرطان الثدي بقالي تقريبا 8 سنين، فطول فترة دراستي اكتشفت على طول إن بيبقى في مصر يعني حدوث سرطان الثدي للسيدات اللي أقل من 40 سنة أو الفتيات. إحنا نسبة الحدوث في مصر نسبة كبيرة شوية لو قارناها ببقية البلاد، فعشان كده أنا المشروع بتاعي موجه أكتر للفئة العمرية دي، لأنه للأسف الشديد برضو السرطان الثدي لما بيواجه الفئة العمرية دي بيبقى بطريقة أشرس كتير من لما بيجي سرطان الثدي في سن أكبر. فإحنا أنا المشروع بتاعي بحاول إن أنا أشوف دلالات أورام تبقى مخصصة للفئة العمرية دي، تخلينا نعرف نعمل لهم تشخيص بشكل مبكر، لأن مشكلة السيدات دول إن هم بيحصل لهم تشخيص في وقت متأخر جدا، فبيبقى حالة سائف وصعب التدخل يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت يبقى غير جراحي، لأنه الجراحة في السن ده هيبقى عبء يعني كبير على السيدة في السن ده، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر يبقى فيه دلالات أورام very specific أو محددة جدا بالظبط، وفي نفس الوقت تبقى موجودة في الدم بتحليل دم بس من غير ما يبقى فيه أي تدخل جراحي. طيب ناخد بقى من كلامك دكتور رنا ونروح لدكتورة رنا. برضو انتشار البكتيريا اللي بتبقى موجودة بسبب القسطرة دي قصة الناس بتبقى أصلا قلقانة منها، اشتغلتي عليها وعملتي فرق كمان. أنا بحثي يعني هو عن فعلا القسطرة الوريدية، لقينا أن القسطرة السطح بتاعها بيبقى عرضة أن البكتيريا تتكون عليه، تمسك في سطح القسطرة وتكون غشاء حواليها ما يسمى بالبايفيل، بتخليها صعب قوي أن أنا أشيلها بالمضادات الحيوية اللي موجودة في السوق، وبتخليني أضطر أن أنا كل شوية يوم أو يومين أغير القسطرة دي للمريض، وده عيب اقتصادي وفي نفس الوقت عيب نفسي على المريض، بيبقى طب حاجة مضايقة. فانا بحاول ان انا اغطي سطح القسطره ده بالمضادات الحيويه بس بشويه تغييرات فيها، بحيث ان امنع اصلا البكتيريا ان هي تتكون عليه، امنع وبالتالي يعني تزود من فعاليه المضادات الحيويه، تقعد وقت اطول، وفي نفس الوقت المريض اللي في العنايه المركزه او في المستشفيات اللي تقريبا يعني هتعملي ايه على السطح وغيري بي اتش هو إيه؟ الدواء نفسه بحطه في حاجه زي نايزومات او مركبات بالنانومتريه، بحيث ان هو يبقى متغلف بيها ما يتعرضش للبكتيريا على طول، فهو البكتيريا ما تكونلوش مضادات او مقاومه يعني، وفي نفس الوقت ان هو المضاد الحيوي ده يفضل ان هو يطلع بشكل فتره طويله، ما يعني يطلع على فتره طويله، فبالتالي ان القسطره دي تفضل متركبه على المريض فتره اطول من غير ما اقعد اغيرها له، من غير يبقى في انتشار للبكتيريا ولا على سطح القسطره ولا ان هي تاذي المريض وان هي تدخل جسم المريض وتعمله عدوى بكتيريه. عظيم. دكتوره ورود انا عايز اسالك على حاجه، على موضوع قشر السمك البلطي اللي هتستخدميه في الضماده ده. انا كنت قبل كده يعني سمعت كده زمان يعني عن في ابحاث كانت بتحصل في البرازيل عن علاج للحروق من خلال استخدام قشور السمك. بالزبط. دي نفس الفكره ونفس انواع السمك ولا دي حاجه مختلفه؟ هي يعني المشروع بس عشان اوضحه عشان ما يبقاش فيه لخبطه، هو انا مش هستخدم قشر السمك البلطي، انا بعمل تركيبه او ضماده متكونه من الحاجات اللي اكتشفوا ان هي السبب الرئيسي لفعاليه قشر السمك البلطي. هو زي ما حضرتك ذكرتي كده بالظبط، هم من اشهر البلاد اللي استخدمت قشر السمك البلطي البرازيل فعلا، وكانوا بيستخدموه لان هو اثبت فعاليه عاليه جدا، انه بيرجع، لان يعني دايما للاسف الحروق اللي هي الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه مهما حصل التئام عمره ما بيرجع الجلد بالشكل الاساسي بتاعه او الطبيعي بتاعه. فهم اكتشفوا ان هو في بعض الفيتامينات والبروتينات المخصصه جدا اللي بتساعد على التئام الجروح وبترجع الجلد للشكل الطبيعي. بس المشاكل بتاعته ان اولا عشان احنا بنتكلم على قشر سمك فبيعدي بمراحل طويله جدا ان انت تنقيه وتوصله للمرحله اللي يقدر الدكتور يستخدمه عشان يحطه على المريض، دي اول حاجه، فبتبقى مكلفه جدا. تاني حاجه طبعا اللي تعرض لحروق بيبقى عنده مشاكل نفسيه بسبب الحادثه اللي تعرضت له، فان انت كمان بتقوله ممكن الحالات توصل انه يقعد يتعالج لغايه سنه، فانت كمان بتقوله انت هتقعد سنه
محطوط على جسمك قشر سمك، فهو نفسيا هو عايز يعزل نفسه. مده طويله، مده ان هي تبقى حسب بتوصل لسنه. فطبعا هو اصلا عازل نفسه بسبب المرض او الحادثه اللي حصلت له، فانت كمان بتقول له انت هتعزل نفسك ومش هتعرف تعرض نفسك للناس اصلا انت ماشي بقشر سمك. ف وكان لازم يبقى دايما بيتعالج سريريا او في طبيب مختص هو اللي يقدر يتعامل بالشكل دوت او يقدر يحطها له ويغيرها له. فكانت الفكره ان انا عايزه اعمل ماده تركيبه بتحاكي نفس الفعاليه دي، وفي نفس الوقت يبقى سهل للمريض انه يفضل سايبها على جلده او يغيرها لنفسه، ويبقى قادر يتعامل مع المجتمع وينزل اللي هو فتره علاجك ده. مش معناه انك هتفضل في السرير، بالعكس انت ممكن تتعامل مع الناس وتسيب فرصه لمريض اخر انه يتعالج لو حالته حرجه اكتر. فهي ببساطه هي عباره عن مواد بوليماريه بس برضو فيها مسام نانومتريه، وجواها الفيتامينز والبروتينات اللي معروف عنها الكفاءه اللي موجوده في قشر السمك. فكره زي دي يا دكتور ورود، يعني وانا برضو عايز اسال حضراتكم المشترك اللي ما بين ثلاث افكار او ثلاث ابحاث، ان هي ابحاث بتخدم المجتمع. يعني احنا بنتكلم على اكتشاف مبكر لسرطان الثدي، بنتكلم على القسطره الوريديه، بنتكلم على قشر سمك البلطي وازاي ممكن استفيد منه، فهي افكار فيها خدمه مباشره للمجتمع، وده المشترك اللي بين حضراتكم. لكن انا عايز اسال قابليه بقى الافكار دي للتطبيق، وهتواجه بالسؤال ده للدكتوره رانا عيسى، مش دكتوره يعني مظبوط دكتوره رانا عيسى بتلخبط. دكتوره رانا عيسى، فكره ازاي ان انا اطوع البحث بتاعي العلمي لخدمه المجتمع وقابليتها للتطبيق، يعني هل حصل خطوات لتطبيق الابحاث دي ولا لا؟ بالنسبة مثلا للبحث بتاعي، احنا دلوقتي في مرحلة الشغل في المعمل، اللي هو احنا في الاول بنجربها على زي سمول سكيل او حاجة على صغير، بنبدأ نشتغل فيها في المعمل نشوف فعلا فكرة ان انا احط الدواء في حاجات نانومترية، هل ده فعلا بيأثر في الدواء؟ نانومترية عشان نوضح المصطلحات العلمية، ان هو بتبقى زي جزيئات بتبقى بالنانو، بحيث ان هي تقدر ان هي تدخل جوه البكتيريا بسهولة، ما تبقاش فيها اي مضادات ليها، وفي نفس الوقت تطلع الدواء منها بشكل اطول، مش ما يشتغلش على طول فيقعد وقت اطول. فده احنا بقيسه بقى في المعمل، بشوف هل فعلا الدواء قدر يدخل، هل هو فعلا عمل ان هو دخل جوه البكتيريا او منع البكتيريا دي ولا لا. فدي مرحلة اللي هي في المعمل اللي احنا بنبدأ نشوفها. نتيجة بعد ما بنشوف بقى الريزلت او النتائج اللي بتطلع، اول ما ان شاء الله بنلاقيها حاجة بروميسنج او حاجة انه تستحق فعلا بقى نكمل، بنبدأ بقى ندخل على استادي اكبر، بنبدأ نجربها على سواء انيمال موديل او سواء حاجات على تجارب. يعني امتى باخد القرار ده؟ يعني فترة التجريب دي بتاخد قد ايه؟ هي بتبقى حسب، يعني حسب البحث. بس مثلا انا البحث بتاعي احنا دلوقتي بقى لنا مثلا سنه بس وصلنا يعني نتائج في المعمل كويسه، وبنبدا ان احنا نكمل عليها. بس يعني بس بتبقى بنحاول ان احنا بتبقى دايما في اسرع وقت نطلع النتائج اللي هي تبقى كويسه دي، نقدر فيها نكمل كمان على بقى بشكل اوسع يعني ان شاء الله. جميل. من اجل المراه في العلم زمالة مصر، هي ده اسم او العنوان الكبير للجائزة 2023. كلمونا عن الجائزة دي، عرفتوا عنها ازاي شروط التقديم ليها، وازاي الجائزة دي بتقدم قيمة خاصة جدا معنوية كمان للمرأة العالمة او المرأة الباحثة. هي الجائزة دي هي جائزة بصراحة فريدة من نوعها، لأن هي مش بتخلي بس يبقى في دعم مثلا مادي لتمويل المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها، هو في دعم فني، لأن في دورات تدريبية كتيرة احنا بن بن بتحصل لنا دعم، بيبقى في شبكة دعم علمي، لأن بيبقى في شبكة من العلماء اللي حاصلين على الجائزه دي سواء في مصر او في العالم، بيبتدي يبقى فيه كونكشن او بيبقى فيه شبكه تعارف ما بين كل العلماء السيدات اللي واخدين الجائزه دي. جدا بتشوفوا تجارب مختلفه بالظبط، وانسبايرنج، ويعني ناس فعلا رول مودلز بكل معاني الكلمه على مستوى العالم كله، وفيري سبورتيف. يعني الشبكه اللي فعلا احنا دخلنا فيها دي يعني حاجه فعلا ذو قيمه، واكيد هتفيدنا كتير قوي في مستقبلنا ان شاء الله في الفتره اللي جاية. بالنسبة للمسابقة نفسها، يعني يمكن أنا عندي experience إن أنا فعلا تقدمت للمسابقة دي في 2019، أول في الموسم ليها تاني في مصر،
وفعلا I was shortlisted او يعني كنت خلاص من الثلاثه النومينيتد بالظبط ان هم ما ياخدوا الجائزه، بس ما حلفنيش الحظ ساعتها وما خدتهاش. ففعلا من 2019 ل 2023 في الفتره دي انا فضلت اشتغل على المشروع، وان انا يبقى عندي زي نتائج اكشلي مور سوليد عشان فعلا اقنعهم بفكره المشروع، لغايه ما الحمد لله السنه دي خدتها. فانا حاسه ان الحمد لله يعني بقى لما كنت بقول المراه المصريه ما بتسكتش وما بتسيبش عافر وبتصبر فعلا والله 19 ل 23 علشان وانا تعيد تقديم بالظبط. وانا فعلا الرفض يعني كان فعلا دافع ليا كبير انه I will take it يعني. دكتور رانا، انا بالنسبه لي انا عرفتها نتيجه شغلي في مركز البحوث، ودكاترتي الحقيقه شجعوني جدا ان انا اقدم فيها، وكانت بالنسبه لي تجربه جديده بما ان انا كمان لسه في مرحله اللي هو الدكتوراه، فانا لسه ببدا الكارير، فكانت بالنسبه لي تجربه استفدت منها جدا من اول ما بدات ان انا اقدم فيها، ازاي اقدم، ازاي ابقى اكتب بشكل كويس، ازاي اعمل برزنتيشن كويس، كل ده وصولا ان انا الحمد لله يعني فزت في المسابقه. فده كمان اداني تشجيع ودعم انه انا ماشيه في الطريق صح، انا تمام، وفي حواليا ناس كتير بتشجعني سواء في المسابقه سواء في دكاترتي. زي ما دكتورانا قالت انه احنا بنتعرف كمان على يعني شبكات بحثيه مختلفه، فاقدر اعرف منهم ايه اللي نقدر ازاي نتواصل نوصل لحاجه كويسه يعني الحمد لله. دكتور رود، انا بالنسبه لي انا كان عندي زميله عمل يعني في المكان اللي بشتغل فيه كانت واخداها في اول دورتها، وشفت الفرق والتحول اللي حصل لها في شغلها يعني. وعندنا في جامعه زويل بالذات في مكتب اسمه مكتب البحوث، وده بيبعت لنا دايما بشكل دوري اي مستجدات ليها علاقه باي اماكن بتمنح يعني للبحث العلمي. فاول ما بعتوا لنا يعني قدمتها، والحمد لله يعني تم اختياري من ضمن الثلاثه الاخر. اكيد احنا سعداء بوجودكم، سعداء بفكره ربط الابحاث الترقيه بسوق العمل وسوق الاحتياج الحقيقي. ما بقاش زي زمان الناس بتعمل حاجات وخلاص وتتشال على الارفف، انها بقت حاجات فعلا مهمه جدا لخدمه المجتمع، وده اللي انتوا اشتغلتوا عليه. تسلم ايديكم، ويعني حاجه مشرفه جدا وسعداء جدا بوجودكم معانا النهارده. كل سنه وانتم طيبين في يوم المراه العالمي اللي اقتحمته قوي المراه المصريه. شكرا شكرا كل الشكر دكتوره رنا يونس الباحثه بالجامعه الالمانيه الدوليه، كل الشكر والتقدير كمان للدكتوره رنا عيسى الباحثه بجامعه بدر، دكتوره ورود عادل الباحثه بجامعه زويل، دايما في تقدم ونجاح. شكرا. ونورتونا وشرفتونا، وكان اجمل ختام ان احنا يعني نشوف نماذج كده من المراه الباحثه والعالمه المصريه. كل سنه وانتم طيبه، كل سنه وانتم طيبين، طيبين. كل المراه المصريه يا رب طيبه، ودايما المراه هي كده ايقونه الحياه والنجاح، ودايما المراه المصريه مراه بهيه وعافيه ومبدعه، وبتقدم كل يوم شيء جديد ومختلف. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.